الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم، حلقة جديدة والنهاردة صباح جديد من صباح دريم. النهاردة الثلاثاء 30 أغسطس 2016. عندنا النهاردة موضوع مهم جدا، لكن قبل ما أتكلم عن موضوع النهاردة ما ينفعش منعلقش على موضوع امبارح. والحقيقة أنه امبارح زي ما حضراتكم تابعتونا اتكلمنا عن قصة اللحوم اللي بنتناولها في مصر، وما إذا كانت هذه اللحوم سليمة وآمنة بنسبة 100%، والضبطيات اللي كل يوم والتاني بنسمع عنها، وبنعتقد أنه الموضوع كان مهم جدا. والحقيقة أنه لم تهدأ التعليقات والاتصالات بناس كتيرة جدا كلمونا امبارح أو بعتونا وعلى الصفحات المختلفة، وحتى الفيديوهات نفسها اللي تعرضت امبارح من لقائنا مع ضيوفنا الكرام في موضوع اللحوم في مصر، هل هي آمنة أم لا، ودور وزارة الزراعة الرقابي عليها وغيره. من لحظة ما خلصت الحلقة ربما يعني لغاية ساعات متأخرة من مساء أمس، لأنه الحقيقة التعليق الأبرز اللي ناس كتيرة جدا لقيناها قالته، وناس كتيرة جدا عبروا بهذا التعليق على صفحات فيسبوك مختلفة، أنه كنا نتمنى، وأنا هقول الكلام ده نقلا عن قطاع كبير جدا من الجمهور، جمهور صباح دريم اللي تابعنا بالأمس واللي كانوا مهتمين بهذا الملف الهام جدا، وأيضا بنيابة عن نفسي الحقيقة وعن زملائي، يعني كنا نتمنى الحقيقة أنه كان من ضمن ضيوفنا الكرام كان الدكتور سيد جاد المولى ورئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري لغاية شهر واحد فات، يعني هو ربما خرج على المعاش منذ أسابيع قليلة، والآن هو نقيب البيطريين في الجيزة، له منا كل التقدير والاحترام. بالأمس كان معنا مع دكتور لطفي شاور والدكتور عصام البطاوي، وكان الحديث دسم جدا. الحقيقة كنا نتمنى انه الدكتور سيد جاد المولى، بما انه احنا كنا بنتكلم امبارح عن كارثه كانت واقعه او حدثت من 2012 وامتد تاثيرها سنوات بعد ذلك، لانه المنظومه نفسها منظومه دخول المواشي واللحوم الى مصر بها خلل وبها مشاكل وبها عيوب كثيره جدا وبها عوار وبها فساد ايضا اذا صح التعبير، والممارسات التي تحدث داخل مصر هنا من حيث اعطاء اختام على بعض اللحوم البلدي على ان هي المستورده على ان هي بلدي، وامور اخرى اكتشفناها حتى في سياق الحلقه امبارح لما اتصلنا بضيفتنا الكريمه الدكتوره شيرين زكي وهي المفتشه البيطريه والمتحدث الاعلامي لنقابه البيطريين، واكتشفنا كمان انه في ضبطيات لسه كانت من ساعات قليله جدا لسيارات متنقله باسم وزاره الزراعه اللحوم بها ايضا بها مشاكل كثيره جدا، واتكلمنا على كل ده امبارح. برجع للموضوع ده لانه بقول كنا نتمنى انه الدكتور سيد جاد المولى وهو كان معنا وهو كان رئيسا للاداره المركزيه للحجر البيطري، يعني تقريبا 90% من النقاط الخطيره اللي كنا بنتكلم فيها امبارح كانت تحت سيطرته هو، كانت تحت مسؤوليته هو طوال السنوات الماضية دي، كنا نتمنى أنه كان يكون في ردود منه أكتر من كده، نستفيد أكتر من كده، نعرف الخلل فين. إحنا كان عندنا مشكلة يا جماعة وما زالت موجودة في هذه المنظومة، أنه إحنا لغاية اللحظة دي مش عايزين نعترف أنه في خطأ. امبارح دكتورة شيرين وهي بتتصل بينا على الهواء وبتحكي عن كوارث وضبطيات مهمة وخطيرة قامت هي وزملائها في الطب البيطري باكتشافها في الأيام الماضية، زي ما قلت لحوم إما فاسدة أو كبدة فاسدة بتباع للمواطنين أو لحوم مستوردة بتاخد أختام على إن هي بلدي، يعني كوارث بمعنى الكلمة. الحقيقة إنه دكتور سيد معانا على التليفون معانا في الاستوديو هنا، كان رده امبارح اللي كلنا اتفاجئنا بيه، ما هو الفساد موجود في كل حاجة في مصر، يعني مش معنى يعني بنتكلم على اللحوم. الحقيقة إنه الرد ده أصابنا بخيبة أمل كبيرة جدا، لأنك لما بتحس أنه القائمين على المنظومة حتى لو مليانة معشش فيها الفساد بس عندهم نوايا الإصلاح وبيشتغلوا وبيعترفوا بخطأهم، والاعتراف بالخطأ والاعتراف بالفساد هي أول مراحل الإصلاح، أنت بتتشجع بيديلك طاقة أمل. لكن لما تلاقي اللي قدامك بيجادلك ويبقى رده عليك أنه يقول لك طب ما كل حاجة فيها فساد اشمعنى اللحوم، يعني ده كان رده على الدكتوره شيرين. رده عليا انا بقى واحنا بنتكلم عليه مع بعض هنا في الاستوديو، الحقيقه ليه الزوبعه وبتعملوا قلق دلوقتي، حاله قلق عند الساده المواطنين، ده احنا داخلين على عيد وداخلين على مناسبه وكانه لاننا داخلين على عيد فاحنا المفروض نغمض عينينا وما نتكلمش وما نقولش ان في عندنا مشاكل متعلقه باللحوم وان وزاره الزراعه مطلوب منها رقابه اكتر بكتير من اللي حاصله، وما نقولش ان المجازر بيحصل فيها مهازل في بعض الاوقات. هل ده المطلوب مننا؟ هل احنا لما نيجي نتكلم في ملفات وحاجات زي كده متعلقه باكل ما يدخل الى بطون المصريين يبقى احنا كده بنبالغ وما بنحبش البلد وبنعمل زوبعه وبنعمل قلق؟
والله مش ده هدفنا ابدا نهائي، لا كنا ولا هنكون بنسعى الى اثاره اي بلبله. احنا الفكره انه في تحقيقاتنا الصحفيه المستمره وفي رحله بحثنا عن كل المواضيع اللي بتهم الاسره المصريه والمواطن المصري ونقدم له خدمات شكلها عامل ازاي، لما بتقع تحت ايدينا معلومات وبنسمع حاجات بتقلقنا وبنحس انه لازم نتكلم فيها ولازم نقدم فيها ولو استغاثه او صرخه او نناشد فيها مسؤول او القياده السياسيه، اللي في اغلب الاحوال بينتهي بينا المطاف ان احنا بنوجه نداءاتنا الى القياده السياسيه في البلد لازم بنعمل ده، ما ينفعش ما نعملش ده. فكنت الحقيقه اتمنى، وكل الاحترام مره تانية لضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين امبارح، كنت اتمنى انه كنا ناخد رد يعني علمي ومقنع وفي كده يهدينا ويطمننا. لكن فكره ما كل حاجه فيها فساد اشمعنى، يعني موضوع اللحوم اللي بتتكلموا فيه وبتتكلموا فيه دلوقتي ليه، كانت جمله صعبه شويه. النهارده بقى هنتكلم في موضوع تاني مهم جدا، لكن الحمد لله ان القائمين عليه ما عندهمش مشكله يتكلموا فيه في اي وقت الحقيقه، ومستعدين وبيجوا رغم حتى بعض الصعاب او بعض المشاكل الموجوده. النهارده ان شاء الله زي ما حضراتكم ربما سمعتوا من امبارح او اتفرجتوا على البرومو اللي كنا بنذيعه على شاشه دريم، انه هنتكلم في موضوع حال التعليم في مصر. احنا كنا اصلا مجهزين الملف ده بقالنا كذا يوم وعمالين نشتغل عليه وعاملين بقى حصر كده، ايه شويه معلومات كده، يعني مجمعين كل النقاط وكل الحاجات اللي بتقلق وتضايق اولياء الامور وعمالين يسالوا عليها في تعليم ولادهم، المناهج وحشو المناهج وتكدس الفصول وكل حاجه، لغايه بقى ما جينا امبارح سمعنا كمان عليهم قصه الغاء امتحانات الميد تيرم وهتبقى الفاينل بس، وهيبقى الامتحان النهائي بس، والقلق والزعبعه اللي حصلت، والاهالي ما سابوش يعني قناه امبارح ما اتصلوش بيها غير لما صوتوا واشتكوا وبعتوا لنا في صباح دريم. اللي عرفوا من حضراتكم احنا النهارده هنناقش الموضوع ده، ايه القصه وايه الحكايه، هنتكلم في التفاصيل دي كلها. امبارح كان في مؤتمر الحقيقه واجتماع لمجلس التربيه والتعليم، المجلس الاعلى للتربيه والتعليم طبعا برئاسه الدكتور الهلالي الشربيني، وخلصوا من هذا المجلس الى مجموعه كبيره من النقاط، كل نقطه من دول هنتكلم فيها النهارده ونعرف ايه الحاجات الخلاص نهائيه اللي تم التصديق عليها وهتبدا تتطبق فورا، وايه النقاط التانيه اللي ممكن تطرح الى المجتمع للنقاش المجتمعي او ياخدوا رأي أولياء الأمور فيها. حال المعلم كمان مش ممكن مش هنتكلم عنه، هنتكلم عنه بالتأكيد. إيه الحد الأدنى من الدخل اللي المعلم لما ياخده نقدر نطلب منه بقى كده واحنا عينينا مفتوحه ونقول له ادينا تدريس كويس، ادينا تعليم يرضي ربنا، علم ولادنا ما تبقاش غايب عن الحصص طول الوقت ولما تدخل تبقى مش طايق نفسك وبتزعق في الولاد. ايه الحد الادنى من المستوى المادي والحياه المعيشيه اللي لازم نوفرها للمعلم عشان نقدر نطلب منه ده؟ نقاط اخرى كثيره جدا النهارده ان شاء الله هنفتح التليفونات لحضراتكم، يعني انا بس عندي سؤالين ثلاثه في الاول لضيفنا الكريم وبعد كده ممكن انا استاذن واسيب ضيفي يقعد ياخد كل الاتصالات من حضراتكم. ضيفنا الكريم اللي هيكون منورنا النهارده ان شاء الله الكاتب الصحفي الاستاذ بشير حسن، المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم والملم بكل امور التربيه والتعليم، الحقيقه هو اللي بنرجع له دايما لما يكون في نقاط محيرانا ومحيره الاهالي كمان، عايزين نعرف العام الدراسي الجديد ان شاء الله هيحصل فيه ايه، والاستعدادات اللي بتقوم بيها الوزاره، وايه الحلول اللي بتقوم بيها الوزاره لتطوير المنظومه التعليميه، وبتعمل نعمل ايه عشان تحل المشاكل الحاليه، وعايزين ناخد وعد ونسجله مع بعض كده بكل موبايلاتنا على الهواء بانه باذن الله مفيش تسريبات في العام الجديد ان شاء الله. وهنعمل ايه؟ لا بجد بقى هنعمل ايه عشان ان شاء الله ما يبقاش في اي تسريبات او غش في العام الجديد؟ تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نشوف مجموعه مهمه من اخبارنا المحليه والعالميه لهذا الصباح. من الأهرام، السيسي يجتمع بشريف إسماعيل وعدد من الوزراء للاطلاع على موقف توفير السلع الأساسية في الأسواق. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وقد أكد الرئيس على ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية
من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار ومزيدا من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية. نروح إلى المصري اليوم، وقبول طعن مصر على تجميد أموال مبارك وآخرين في سويسرا. أكدت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج واستئناف التحقيقات الخاصة بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بصفته رئيسا للجنة القومية أمس الاثنين، حيث ذكر أن سلطات التحقيق السويسرية سبق أن قررت حفظ التحقيقات فطعنت اللجنة على هذا القرار وتم قبول الطعن. وبحسب البيان ستستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية. معنا على الهاتف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. دكتور أيمن صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بسيادتك. ما الذي يعني قبول طعن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية لتجميد أموال مبارك وآخرين في سويسرا؟ القضاء السويسري، السلطات السويسرية كانت قد جمدت فعلا هذه الأموال اعتبارا من فبراير 2011 تحديدا، قامت بالتجميد فقط، تجميد هذه الأموال والأصول في دولة الاتحاد السويسري. ولكن وفقا للتصريحات الرسمية للنائب العام ووزير العدل السويسري منذ أكثر من 6 أشهر، صرح بأن السلطات المصرية حتى هذه اللحظة لم تتعاون التعاون الفعال مع سويسرا من أجل إعادة هذه الأموال بعد تجميدها. قام السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في 25 يونيو الماضي، أي قبل يعني منذ شهرين فقط، بإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة جديدة، هي اللجنة الرابعة منذ فبراير 2011 لاستعادة واسترداد الأصول والمهربات المصرية في الخارج. هذا يؤكد أن هناك أمل كبير جدا والبداية في سويسرا بأن تقوم السلطات السويسرية بعد موافاة السلطات المصرية وتحديدا هذه اللجنة القومية المشار إليها بتقديم الأدلة الثبوتية والمستندات الدامغة بأن الأموال التي تم تهريبها من خلال هذه الجماعة الإجرامية المنظمة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ووفقا للتشريعات الداخلية السويسرية، تم تهريب هذه الأموال بعد التحصل عليها في مصر بشكل غير مشروع. إذن أصبحت الخطوات بسيطة أو قليلة بعد 5 سنوات من التجميد، ولكن لم تفلح اللجان الثلاثة قبل اللجنة الحالية، اللجان الثلاثة المصرية لم تفلح واحدة منهم من تحقيق ومجابهة المعايير الدولية وأيضا الأوروبية ثم أخيرا المعايير الوطنية الداخلية السويسرية لاسترداد الأموال والأصول والمنهوبات من دولة الاتحاد السويسري. نعم. الإجراءات يا فندم بعد كده يعني منذ هذا القبول، قبول الطعن، الإجراءات بعد كده المفترض تاخد وقت قد إيه، أو إيه الخطوة التالية على طول؟ يعني مسألة تحديد الوقت يعني ليست من اختصاصنا، ولكن من المؤكد العقبة الكؤود اللي دون مواربة صرح بها المسؤول السويسري سواء كان وزير العدل أو النائب العام السويسري، صرح بكل وضوح وسفور أن السلطات المصرية لم تحقق ولم تتجاوب مع المعايير الدولية للأمم المتحدة والسويسرية
هذا كان يقصد ويقيم شغل أو عمل اللجان الثلاثة السابقة على اللجنة الأخيرة التي صدر قرار وأيضا نشر هذا القرار الجمهوري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 يونيو. هذا يعني أن هذه اللجنة مقارنة باللجان السابقة بدأت تدرك وتتفهم ما هي النماذج المطلوبة، المعايير الواجب موافاتها للسلطات السويسرية. لابد أن نشير في النهاية أن بالرغم أن الحكومة السويسرية هي الأسرع والأسهل على مستوى دول العالم في رد الأموال والمنهوبات إلى الدول النامية بعد إقصاء النظم الفاسدة، إلا أن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغة الأرقام لم تستطع الدولة المصرية حلحلة الوضع المتعثر المأزوم حتى في سويسرا أو حتى في باقي الدول الأوروبية. ده كان واضح يا فندم من قرار النائب العام السويسري لما قال إن السلطات المصرية السابقة لم تقدم لنا أو يعني لم تحترم ما جاء في مواثيق زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي الأمم المتحدة، ولم تقدم لنا ما يكفي. سمحتي لي في نصف دقيقة. وصل الأمر إن وأنا أعلم هذا شخصيا وهذا حصري لسيادتك وللقناة الموقرة، وصل الأمر إن السلطات السويسرية وضحت للجان السابقة ما هي النماذج السويسرية المطلوب الموافاة بها، ومع ذلك كانت كل اللجان وللأسف يعني إما أنها مهملة أو لم تكن يعني تستشعر الموقف الوطني وأن الشعب المصري الكريم ينتظر من سلطاته استرداد هذه المنهوبات ليس فقط من سويسرا ولكن من باقي الدول. عذرا دكتور أيمن، ولكن ما ذكرته الآن أمر خطير فحطله من حضرتك إعادته مرة أخرى. إذن حضرتك بتؤكد الآن أنه السلطات السابقة في السنوات الماضية لم تكن تلتزم بالنماذج السويسرية. نعم. المطلوب منها الالتزام بها. نعم. من أجل قبول الطعن على تجميد أموال مبارك وأخرى. أنا شخصيا بخبرتي المهنية القانونية الشخصية أعلم ذلك تماما. ألو، بشكر حضرتك معاك يا فندم. بشكر حضرتك جزيل الشكر، جزيل الشكر لحضرتك دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. ويبقى السؤال طبعا أكيد لدى المواطن المصري، ليه أو لمصلحة مين؟ يعني لمصلحة مين أو ليه بقالنا سنين متأخرين في إجراء يعني اتعمل لكن ما مشيناش فيه أو ما تقدمناش فيه أي خطوات إلى الأمام، لأنه زي ما سمعنا دلوقتي يعني ما كناش بنشتغل بالشكل المظبوط الصحيح. يعني هل ده زي ما ذكر دكتور أيمن في احتمالين، إما ده متعمد أو إنه كان مجرد إهمال. يعني نروح إلى الوفد والخبر بقى اللي جاي نركز فيه عشان ده أعتقد إنه خلاصة يعني اجتماع الأمس من اللي هو مجلس الأعلى للتربية والتعليم، علشان لو حضراتكم في هنا نقاط ممكن تكون مش واضحة نسألها كمان لضيفنا الكريم في فقرتنا الرئيسية. إلغاء امتحانات الميد تيرم وتطبيق 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي. اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة للعام الحالي بلغت بنسبة 97.4%. وقرر مجلس التعليم قبل الجامعي في اجتماعه برئاسة الدكتور هلال الشربيني إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي والالتزام باختبارات شهرية تحريرية لمدة 3 مرات في كل فصل دراسي. ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للحلقة الإعدادية 60 درجة بدلا من 50 درجة. ووافق المجلس على تخصيص 70% للمعارف و30% للأنشطة. وناقش المجلس مشروع قرار التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتم الاتفاق على إلغاء بعض المواد في القرار 313 لسنة 2011 وإضافة بعض المواد وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها.
نروح إلى اليوم السابع والمالية، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة أكتوبر المقبل. قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه يتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017. وتأتي تصريحات المنير بعد إقرار مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة، وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طلب كثيرون فيه بأن تكون 12%، وجرى تمرير النسبة في النهاية عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018. وأضاف المنير أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية، بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية. ومن الشروق، الهيئة العربية للتصنيع تكرم أوائل الثانوية العامة. أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تحقيق تقدم مصر لن يكون إلا بالجد والاجتهاد بكل قوة وصلابة وبعقول واعية ووطنية في كافة المجالات. جاء ذلك خلال حفل الهيئة العربية للتصنيع لتكريم حفل أوائل الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم 50 طالبا وطالبة، وسط أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرحة والتقدير والفخر بأبنائنا من المتفوقين. وقال سيف الدين إن الآمال التي يريدها الشعب لا يمكن أن تحقق إلا بالاجتهاد والعمل الخلاق، حيث الأمل هو الدافع للحياة. معنا تقرير الحياة هنشوفه فيه كده بعض التفاصيل عن هذه الزيارة، حفل تكريم الهيئة العربية للتصنيع لأوائل تكريمهم لأوائل الثانوية العامة وبعض الكواليس كده من هذا الحفل. تعالوا نشوف مع بعض. الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجد أولادي دول هنا النهاردة، وبتمنى إنه 50 السنة دي يبقوا 500 أوائل السنة الجاية، يبقوا 5000 أوائل السنة اللي بعدها، ونشوفهم بعد 10 سنين أو 15 سنة مبتكرين ومخترعين لمصر يشدوا بإيديها لقدام. هو أكيد زيارة الطلبة للمصنع إحنا كمصنع فخورين بيها، وبنحرص دايما إن يبقى الشباب بتوعنا الشباب الواعد المتفوق الشباب عموما، حتى لان دي بتدي طاقه للشاب يحس ان بلده فيها امكانيات، بلده فيها تطور، البلد مش معتمده بس على الاستيراد، لا ده احنا بلد مهمه جدا في التصنيع. العربيات اللي بنصنعها اللي هو بيشوفها هنا عربيات امكانياتها مرتفعه جدا، التقدم التكنولوجي فيها عالي جدا، ما هياش سهله انها تتعمل في اي مكان. صراحة وانا ما كنتش متوقع ان الكيان ضخم بالدرجة دي، يعني احنا المصانع الهيئة العربية تصنيع 12 مصنع، يعني تقريبا واخدة انتاج عسكري وانتاج مدني، فدوت يعني غير فكرتنا تماما عن مستوى التصنيع اللي في البلد. قدرت اتعرف على اهم القلاع الصناعية الموجودة في البلد، قدرت لما ان شاء الله لما يطلعونا المانيا في الزيارة الخارجية نكون سفراء مصر، نقدر نتكلم هناك مع اي حد هناك ايه اهم القلاع الصناعيه الموجوده في البلد، ايه الصرح الصناعي اللي انا اقدر مثلا اللي نقدر ننفذ بيه العالم. طبعا يعني الواحد فرحان طبعا بالزياره الجميله ديت، بلدنا اكيد فيها صناعه جميله، الواحد في العربيات ديت حاجه فخري لينا، يعني ان احنا نشوف ان بلدنا يعني واقفه على رجليها لسه وقادره انها اكيد ان شاء الله باذن الله تطور وتوصل لحاجه جميله ان شاء الله. شفنا حاجات كناش نشوفها قبل كده ان هي موجوده في مصر، ده حاجه يعني حلوه جدا. لفت نظري مش بعيدا عن المكان الاستقبال، لو الناس مبتسمه حاسه انهم مرحبين بينا، لان رحنا بصراحه اماكن ثانيه كان اللي هو تقضيه واجب او زي ما يكون حاجه بيعملوها، لكن هنا كنت حاسه بالاستقبال والاحتفال بينا. طبعا مكان صعب ان اي حد يخشه، وده دفعه معنويه وان احنا نكمل تقدير، يعني واهم حاجه تقدير الناس واهتمامهم بينا وكده. حاجة مفرحة الحقيقة.
تعالوا نروح إلى اليوم السابع والعربي للاعتماد، إنشاء الجهاز يحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الإقليمي. أوضح المهندس محمود الطيب رئيس الجهاز العربي للاعتماد أراك إلى أن الجهاز قام خلال المرحلة الماضية منذ إنشائه في عام 2011 بتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للجودة والتي يأتي الاعتماد على رأس هذه المنظومة على رأسها، مطالبا بتضافر كافة جهود الدول العربية لجعل الاعتماد منهج رئيسي لتنمية المنظومة الاقتصادية في مختلف الدول العربية. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل عن هذه الاجتماعات أيضا اللي هي نصف سنوية للمجلس العربي للاعتماد أراك. في السابق كان الحال أنه نتيجة عدم وجود بنية مشتركة تجمع هذه الأجهزة ضرورة أن يكون الفحص في أكثر من مكان، ويعني أحيانا تعود البضائع لعدم وجود هيئة رقابة لهذه المواصفات، عدم وجود مختبرات، الكثير من الموضوعات الفنية في السابق كانت تعيق إتمام المبادرة التجارية، وإن تمت تأخذ وقتا طويلا وتكاليف إضافية. مع هذا العمل الجاد الذي تم عبر 5 سنوات أصبح الآن لدينا جهاز عربي متكامل، مهمته أن ينسق بين أجهزة الاعتماد وأن يضع نفسه في الخارطة الدولية لأجهزة الاعتماد الدولية، عوضا عن أنه سيتيح لأجهزة الاعتماد أن تعتمد لبعضها البعض. الجهاز حاليا يمر في مرحلة مهمة جدا، وهو حصول على الاعتراف الدولي من المنظمات الدولية. إن شاء الله بحصول هذا الجهاز على الاعتراف الدولي راح تكون في فائدة لجميع الدول الأعضاء إن شاء الله. من خلال الاعتراف الدولي راح إن شاء الله تقبل شهادات الاعتماد التي راح تصدر من أجهزة من هيئات الاعتماد المنضمة لهذا الجهاز، وراح يتم قبولها على مستوى العالم. عدد الدول العربية المنضمة حاليا للمنظمة 17 دولة عربية، 3 دول عربية حصل على اعتراف دولي من منظمة الاعتماد العالمية الايلاك او الايف، مصر، تونس، ودبي. احنا حاليا دلوقتي بنجهز لان المنظمة العربية للاعتماد أراك انها هي كمان تحصل على الاعتراف الدولي، ودي ان شاء الله هتبدأ في شهر سبتمبر القادم ان شاء الله على السكرتارية وبعد كده على الدول الاعضاء. انت النهاردة كمستهلك المنتج اللي بتستخدمه في حياتك اليومية، لان الثقة في المنتج لاستخدامك اليومي، لازم يكون المنتج دوت تم اختباره. طب اختباره ازاي؟ من على اجهزة معايرة، من معمل معترف به. الشهادة اللي احنا بنعطيها كمجلس الاعتماد للمعمل اللي بيتم اعتراف به او ياخد شهادة اعتماد، الشهادة ديت معترف بها على مستوى 112 دولة على مستوى العالم، لان مصر متمثلة في المجلس الوطني للاعتماد موقعة على اتفاقية اسمها اتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة الايلاك واف، وبالتالي شهادة الاختبار بتجهيز على مستوى العالم. استفدنا كثيرا من خبرات زملائنا واخواننا في الوطن العربي، نبلور هذه الخبرات وهذه التجارب التي سبقونا بها لمشاركتهم لتعزيز العامل العربي المشترك بشكل عام، وفقا للخطط المعمولة من الجهاز العربي للاعتماد للرقي بالجهاز العربي للاعتماد، ليكون العمل العربي المشترك على أكمل وجه ويكون على أحسن عمل بإذن الله تعالى. من جارديان، تركيا تتصدر أسوأ الدول في حرية الصحافة والإعلام. قالت صحيفة جارديان البريطانية إن الحملة التي تشنها تركيا على الإعلام والصحافة عقب تحركات الجيش الأخيرة تذهب إلى مدى بعيد، موضحة أنه منذ أحداث 15 من يوليو الماضي أمرت الحكومة بإغلاق أكثر من 100 من وسائل الإعلام، وقامت باعتقال 48 صحفي. وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأشهر الثلاثة التي أعلنت الحكومة التركية فرض حالة الطوارئ فيها،
أمرت بإغلاق 102 منبر إعلامي تشمل 45 صحيفة و16 قناة تلفزيونية وثلاث وكالات أنباء و23 محطة راديو و15 مجلة و29 دار نشر، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال بحق أكثر من 100 صحفي بحسب تقديرات مستقلة. وتم اعتقال 48 منذ بدء التحقيقات في تحركات الجيش الأخيرة. دي كانت مجموعة أخبارنا لهذا الصباح. احنا هنطلع دلوقتي نشوف مع بعض تقرير، لأنه النهاردة الحقيقة هي الذكرى العاشرة لوفاة الأديب الراحل المصري العالمي نجيب محفوظ. نشوف مع بعض هذا التقرير ونتذكر قممنا المصرية الأدبية، ونرجع مباشرة نبدأ إن شاء الله فقرتنا الرئيسية مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والزميل الأستاذ بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، نعرف منه خطط الوزارة. اجتماع امبارح ايه بالظبط اللي تم الاتفاق فيه عليه، موضوع الميد تيرم عشان ما يحصلش فيه لخبطة ولغط، نقول كده المواضيع ايه ونشرح مع بعض واحدة واحدة. اي اسئلة او استفسارات عند حضراتكم هنكون سعداء باستقبالها في هذه الفقرة بعد هذا التقرير. نجيب محفوظ ابن حي الجمالية الذي ولد عام 1911، وبعد تاريخ طويل من القصص التي وصف فيها الواقع المصري منذ ماضيه وحتى حاضره، تخلل فيها على مدار 72 عاما أعمال عدة كان أبرزها أولاد حارتنا وفيلم القاهرة 30 الذي أخذ عن روايته القاهرة الجديدة والكرنك وملحمة الحرافيش. أصحى ده سليمان الناجي سيدكو وابن سيدكو، اختشوا على دمكم شوية، جووا علشان هو يشبع، اتعروا علشان هو يتكاسي يلبس ويتطقم، خلاص اللي اختشوا ماتوا، طب موتوا عشان هو يعيش. سليمان الناجي شكو ابن شكو. من بين مئات الأعمال الأدبية وصولا إلى الثلاثية التي صنفت في المركز الأول لقائمة اتحاد الكتاب العربي لأفضل 100 رواية عربية على الإطلاق، ومن بين العديد من الجوائز والأوسمة، كان المصري نجيب محفوظ هو أول عربي حصل على جائزة نوبل في الأدب. حياة نجيب محفوظ لم تكن بعيدة عما كان يعبر عنه في رواياته، فواقعه أيضا كان مليئا بالأحداث، حيث منعت بعض أعماله من النشر وحاول الإرهاب اغتياله عام 1995، لكن القدر حال دون ذلك وأمهله بضع سنوات لم يتوقف فيها عن الإبداع. اللقاء والله هو السمو للإحساس بالكون. القانون قانون واحد، يصح يبقى ديني يصح يبقى مدني، إنما هو محور النظام والعدل في المجتمع. إلى أن رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم في 30 من أغسطس عام 2006. في هذه اللحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. زارة شلبي، صباح دريم. هل الطالب يقدر يعيش من غير دروس خصوصية؟ في الوضع الحالي في مصر لا طبعا. ليه؟ لعدة أسباب. أولا تقدم سعادة الطلبة في الفصول، ثاني حاجة المدرس إحساسه الداخلي إن هو مش واخد حقه فما بيهتمش بالطالب في قصة الشرح، فحس إن الكادر المادي بتاعه مش مناسب للعلم بتاعه، وبالذات في التعليم الأساسي. أنا باخد الدروس اللي هي بالنسبة لي اللي هي تبع المدرسية،
الدروس الخصوصية عشان تاخدها أقل حاجة بيقول لك 150 200 يعني. بروح درس برضه عشان أرجع وأذاكر مع الأستاذ يعني. أفتكر إن لو المدرسين بيتكونوا عملهم كويس في المدارس أو بيشرحوا كويس أو وقت الحصة كافي مش هيروحوا لدروس خصوصية بره. في مواد كتير قوي ما يقدروش إن هم يخلصوها لوحديهم، لازم في مدرس يكون كويس جدا بحيث إن هم يقدروا يستمروا في الامتحانات بتاعتهم إن هم يقدروا ينجحوا. لان لو ما فيش اساسا مدرس خصوصي المدرسه مش هتعلم اكتر. كثافه الفصول عاليه جدا والمدرسين في نفس الوقت ما بيشرحوش زي ما ضامين في المدارس، وبالتالي الطالب بيطلع من المدرسه مش فاهم اي حاجه في المنهج، فبيضطر ياخد الدرس بره الخصوصي عشان يقدر ينجح. انا عن بالنسبه لي الدرس الواحد عندي باخده درس ومجموعه، فباخدهم اتنين بحس عشان لو ابقى دخلت الامتحان ابقى داخل مستعد لكل حاجه. المواد كلها محتاجه تعديل يعني، حتى التربيه الدينيه وحتى الانجليش اللي هو الاوردينري ليفل يعني كله بيبقى فيه حشو وتكرار كتير قوي في المناهج، و يعني محتاجين نبسطها شويه. وبعدين كمل الدروس الموجوده في الترم الواحد، ممكن يعني لو ممكن تتجزأ، دي ممكن تتجزأ على ترمين مش ترم واحد. المفروض ان احنا داخلين وليكن هندسه قسم معين، المفروض ان احنا ندرس المواد اللي تؤهلنا للقسم ده. هي في مواد محتاجه تعديل زي الكمبيوتر، احنا الكمبيوتر عندنا دلوقتي بيبقى ماده صعبه، والعلوم السنه اللي فاتت جالنا سؤالين مش في المنهج خالص. أغلب الآراء جاية، ودي مش مفاجأة لينا يعني، أغلب الآراء جاية على حشو المناهج وتكدس الفصول ولازم نهتم بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمدرس اللي هو حجر الزاوية أكيد المعلم نفسه. دي كلها مش أمور مفاجأة بالنسبة لنا، بس اللي ممكن يبقى بالنسبة لنا جديد هو أنه امبارح كان في اجتماع للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأول امبارح كان في اجتماع أيضا مهم للقائمين على المنظومة التعليمية. بنعتقد أنه الاجتماعين دول كان طلع منهم مجموعة كبيرة جدا من القرارات والتوصيات عايزين نعرفها علشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية بينا على فين. وعايزين نفسي جدا في الحقيقة في الفقرة دي نوصل لمرحلة ان احنا نفهم هل بجد لما نسمع مسؤول على مدار الأسابيع أو الشهور اللي جاية دي ان شاء الله بإذن الله طالع يقول لنا يا جماعة سنحاكي الغرب في مستوى التعليم في المدارس في مصر، وانه مدارسنا الحكومية والخاصة قريب جدا ان شاء الله ممكن الى حد كبير ترتقي بمستواها ويبقى الفرق بينها وبين المدارس الدولية مش كبير قوي، هل بجد نصدق الكلام ده ولا هيفضل ده حلم بعيد عننا؟ ولو هنصدق الكلام ده بناء على ايه؟ الخطط وايه الاليات؟ هنعرف كل ده وتفاصيل اخرى كثيرة ان شاء الله مع ضيفنا الكريم اللي منورنا الاستاذ بشير حسن طبعا الكاتب الصحفي وزميلنا العزيز والمتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، صباح الخير. واسمح لي بدايه اقول لك بالنيابه عن كل زمايلي البقاء لله وحده، وانا سمعت انه الخاله توفت من ساعات قليله وطبعا ده يعني قمه تحمل المسؤوليه الحقيقه والالتزام من حضرتك، لانك اديتنا كلمه وعارف انه من يومين واحنا واعدين الجمهور بوجودك معانا، فبشكرك. سعيد معاك وربنا يخليك. بشكرك والبقاء لله. متشكر جدا ونعم بالله. نبدا من اجتماع المجلس الاعلى بالامس. نبدا بالحلم اللي حضرتك اتكلمت عليه. يا ريت. اتفضل. بما ان احنا صباح دريم. اتفضل. يعني خلينا اقول في التعليم الحلم لا يتوقف. احنا بنقول احنا هل ممكن نوصل لمستوى المدارس الدوليه زي ما حضرتك طرحتي مجموعه اسئله مهمه جدا دلوقتي. ممكن نوصل. في حلم؟ في حلم. في آليات لتحقيق الحلم؟ في آليات لتحقيق الحلم. لكن في التعليم الحلم ما بيتحققش بين يوم وليلة. في التعليم الحلم ممكن يتحقق على 12 سنة زي ما السيد الرئيس قال أكتر من مرة. التعليم منظومة التعليم مش هنصلحها السنة دي، يمكن أنا وحضرتك كنا بنتناقش قبل الهوا بنقول إنه لم تظهر أشياء تصر أولياء الأمور طول السنتين اللي فاتوا خاصة بالتعليم. عايز أقول لحضرتك أنه الدكتور الهلال الشربيني تولى قبل الدراسة السنة اللي فاتت بثلاث أيام، كانت المناهج خلصت وكان كل الأمور استقرت، ما كانش له أي علاقة بالمناهج اللي موجودة دلوقتي. لكن طالما في حلم
احنا شغالين على الحلم، الحلم ان احنا يكون عندنا تعليم كويس جدا. الحلم موجود واعتقد الاليات بقت كمان موجوده، لان مش انا وحضرتك بس اللي بنحلم كاولياء امور او كناس شغالين في الميديا، لا ده رئيس الجمهوريه وكمان بيحلم والشعب كله بيحلم. واعتقد ان احنا بقينا نحط رجلنا دلوقتي، بدانا نحط رجلنا على بدايه تحقيق الحلم. بدايه تحقيق الحلم كانت في اليومين اللي فاتوا، اول امبارح وامبارح. اول امبارح كان في اجتماع، يمكن احنا شفنا في التقرير دلوقتي عن كلام عن كسبة الفصول اللي وصلت. انا كنت في البلد امبارح، فجاي راجل محترم ولي امر يقول احنا الكثافة عندنا في الفصول عالية جدا. قلت له الكثافة عندك كام في الفصل؟ قال لي 45 طالب و47 طالب. قلت له ده انت في نعمة، 47 طالب ده في نعمة، احنا عندنا الكثافة في بعض الاماكن 70 و80 130 و140 طالب في الفصل. خبر ابيض، لما يكون في 130 و140 طالب في الفصل ده يعني لما المدرس يدخل على رأي سيادة الوزير يقول لك، لما المدرس دخل وقال لي ثلاثة فيهم اسكتوا، وقال لي ثلاثة فيهم، هو دخل الفصل كنت أنا معاه وقال للمدرسة أنت حافظة أسماء الطلبة كلهم؟ قالت له لا طبعا، 140 طالب في الفصل إزاي؟ فده مين مدرس هيدخل ويسيطر؟ ولو سيطر مين هيستوعب؟ ولو قال لكل واحد فيهم اسكت مرة الحصة مدتها 45 دقيقة. إذن عندنا أزمة في كثافة الفصول. وده كان موضوع المؤتمر أول امبارح، مؤتمر كان عن الاستثمار في التعليم، ويمكن حصل فيه بعض اللغط وخلينا كلنا نقر يا أستاذة منة أنه الشائعات تكثر في هذا التوقيت، مش عن وزارة التربية والتعليم بس. احنا بقت مهمتنا في الميديا دلوقتي بنخصص جزء كده في كل برامجنا للرد على الشائعات ونفي الشائعات. ويمكن مجلس الوزراء كل يوم بتتصل بيها دكتورة نعيم سعد زغلول تقول لي احنا عايزين نفي للشائعة الفلانية، بتلف على المتحدثين والمستشارين الإعلاميين كلهم. بقينا عايزين هيئة تنفي الشائعات. ومع ظهور الشائعات بتظهر بعض الشخصيات اللي لا تظهر إلا في الظلام. هذه الشخصيات بدأت تظهر على الساحة في الفترة الحالية، وقنوات الإخوان بدأت تظهرهم أكثر وتدعمهم أكثر. إذن الشائعات هي اللي وراء إنه لا ده هيخصخصوا التعليم، هو ده بقى لا ده مربط الفرس. وأنا هو وحضرتك ده بتتكلم دلوقتي، أنا على طول راح تفكيري إلى إنه بتقول إنه الكلام عن الاستثمار في التعليم راح مطلع على طول إشاعات إنه إلحق ده هيخصخصوا التعليم بتاعنا. حلو جدا، لا هنبيع ترماي، لا مش وزارة التربية والتعليم مش هتخصخص التعليم. أولا حق كل مواطن مصري انه يتعلم على نفقة الدولة ويتعالج على نفقة الدولة ويعيش حياة كريمة على نفقة الدولة، دي قاعدة المفروض ما نقربش منها خالص. طيب انا دلوقتي علشان اتعلم على نفقة الدولة المفروض كل مكان اقعد فيه وكل مدرس يشرح لي وعندي منهج كويس، تمام؟ طيب المنهج ده بنطوره. تعال بس ناخد الاول المكان، انا لازم لي 150 ألف فصل علشان توصل الكثافة عندي لإيه؟ لمن 40 ل 45 طالب في الفصل. 150 ألف فصل على مستوى مدارس الجمهورية، ألف فصل على مستوى الجمهورية علشان يبقى عندي في كل فصل كم طالب؟ وخلينا أكون دقيق معاك علشان زيادة السكان، 153 ألف فصل علشان يبقى عندي كم طالب في كل فصل؟ من 40 ل 45. من 40 ل 45، وعشان ألغي فترة من الفترتين، يعني أنا عندي فترة في بعض المدارس فترة صباحية وفترة مسائية، وعندي كثافة بتوصل ل 130 و140 طالب. طيب انا عايز اخلي الكثافه من 40 ل 45 والغي فتره من الفترتين، يبقى كله صباحي، يبقى انا لازم لي 153 الف فصل. يتكلفوا كام؟ يتكلفوا حوالي 60 مليار جنيه، مع زياده سعر الدولار يتكلفوا دلوقتي 60 مليار جنيه. هل انا اقتصاد الدوله دلوقتي يسمح وميزانيه الدوله تسمح ان انا اخد 60 مليار جنيه ابني بيهم 60 الف فصل أو 153 ألف فصل؟ بالتأكيد لا. وهو في سؤال تاني كمان، ولو كان في الميزانية أو قدرنا نوفر الميزانية دي، هل عندي عدد يكفي من المعلمين والمشرفين والإداريين؟ ما عنديش مشكلة في المعلمين خالص، أنا عندي زيادة في المعلمين. اللي يقول عندي عجز في المعلمين خاطئ، أنا يعني عندي سوء توزيع في المعلمين. سوء توزيع أنا عندي مدارس، وده بسبب الوصفة المحسوبية على فكرة. أنا ألاقي حد من النواب المحترمين على المدار السنوات اللي فاتت يجي يقول ده، وده حقه دايرته، يروح لمدرس يقول له انا عايز انقل المدرسه الفلانيه، يروح ينقل المدرسه الفلانيه. حد الواسطه تاني، مش نائب، حد الواسطه تاني، حد قريب مع مين، انقل المدرسه الفلانيه. تلاقي مدرسه فيها تكدس
مدرسين اكتر ما حتى ومدرسه على منطقه حديه ما فيهاش مدرسين. اذا انا عندي وفره في المدرسين وزياده في المدرسين لكن عندي سوء توزيع وده اللي الوزاره عملته دلوقتي. طيب. ولذلك هتلاقي هجوم على الوزاره. هتلاقي ناس تعبانه جدا ناس زعلان. ارجع تاني لموضوع الاستثمار. يبقى انا دلوقتي بقى وطول ما حضرتك بتتكلم انا هكتب معاك النقط اللي خلصتوا اليها واللي انتوا حددتوها مشاكلكم والتحديات اللي قدامكم ايه عشان اعرف بقى كل مشكله الكثافة. او تحدي من دول هنعمل الكثافة. ايه كثافه الطلبه في الفصول, وسوء توزيع المدرسين خلينا الاول في الكثافه. نعم. الكثافه لما بنقول احنا عايزين 153 الف فصل عايزين لهم 60 مليار جنيه انا ما عنديش, اذا هنا لازم يكون في ابداع ولازم يكون في ابتكار ولازم اودع الايادي المرتعشه ولازم اخد قرار فورا اقضي على الظاهره دي او اشوف حل الازمه دي. ايه الحل؟ ان انا ادخل القطاع الخاص. هل هدخل القطاع الخاص اقول له تعالى اعمل لي مدارس خاصه وخد رسوم من الطلبه زي ما انت عايز واسيب الطلبه فريسه لبعض اصحاب المدارس الخاصه اللي غابت ضمائرهم او المدارس الدوليه؟ لا طبعا. انا بقول له اتفضل احنا في بيننا وبين بعض شراكه. احنا كدوله كحكومه في بيننا وبينك شراكه. تعالى انا هوفر لك قطعه الارض وحضرتك هتاخدها حق انتفاع هتبني عليها وانت مسؤول عن كل حاجه, توفر مدرسين واجور مدرسين العماله وتوفر العماله وتفرش المدرسه, انا فقط هدي لك قطعه الارض وانت تبني عليها. بعد كده بتاخدها حق انتفاع بتقول الي ملكيه الارض بعد 40 سنه. يعني حق الانتفاع ده لمده 40 سنه. 40 سنه تقول ملكيتها عشان اسيب له مساحه لتحقيق هامش من الربح. ليه بقى؟ لان مصروفات المدارس دي مش زي المصروفات اللي بدا. مصروفات المدارس دي وزاره التربيه والتعليم هي اللي بتضعها بالشراكه مع صاحب المدرسه مع المستثمر نفسه. تمام. ايه نوع المدارس ده؟ اقرب الى التجريبي لغات. احنا عندنا لو بصيتي ازمتنا كلها على مستوى الجمهوريه ان انا عايز ادخل بنتي مدرسه تجريبي فمش لاقي لها مكان, واحيانا بتلاقي التجريبي بيوصل الطالب 7 سنين ومش عارف يدخل مدرسه تجريبي. انا ده اقرب الى المدارس عشان ده بالنسبه لي التعليم المتوسط هو ده لا انا رحت الانترناشونال الغالي قوي ولا انا هدخله حكومه. اشكرك حضرتك بنفسك قلتي ده متوسط للطبقه المتوسطه. المشروع ده معمول للطبقه المتوسطه. ليه بقى؟ لان مصروفاته في متناول الطبقه المتوسطه ربما 4-5-6 آلاف جنيه في السنه. ده مصروفات المدارس دي. طيب انجاز كبير قوي يا فندم. ما هو ده اللي بيحصل. عشان بس على نزيل ارقام نزيل اضعاف أيوة الارقام دي نزيل اي تشوه ربما يشوب هذا مشروع لانه بيتحارب بالفعل. بيتحارب من مين بقى؟ بيتحارب من اصحاب المصالح. مين اصحاب المصالح؟ اصحاب المصالح اللي حاولوا يجوا ينسفوا المشروع ده كله ويجوا يبنوا لوزاره التربيه والتعليم 1000 مدرسه بقرض فايدته اعلى من فايده البنك المركزي. يعني انا رجل اعمال عندي شويه فلوس عايز اشغلها فاجي لوزاره التربيه والتعليم اقول انا عايز ابني لكم 1000 مدرسه. تعظيم سلام اتفضل ابني لنا انت رجل وطني ورجل محترم و و و. طيب انا هبني لكم هدي لكم قرض. القرض ده انا هاخد فايده هاخده على 10 سنين بفايده البنك المركزي. يبقى انا كده بجني على الحكومه. يبقى انا كده بتاجر بفلوس الحكومه. يبقى انا كده ما تعمليش اي حاجه. انت عندك فلوس عايز تشغلها وعايز تيجي تقبض مني انا فلوس لانك عندك فلوس ومش لكن ما نفعتش الحكومه بحاجه. ما نفعتش الحكومه بالعكس ده بيزنس ليك انت. شكرا. غيره صاحب مدرسه خاصه عايز يحارب المشروع ده لان المشروع ده هياثر عليه. بعض اصحاب المدارس الخاصه بقول دايما بقول بعض اصحاب المدارس الخاصه المشروع ده هياثر عليه فيحارب فيه يا ياخد فيه يا يحارب فيه لان احنا عندنا اقبال كبير جدا على المشروع ده دلوقتي. تمام. هتلاقي تشوق الحق ده هيخصخصوا التعليم. لا الفايده هنا ايه بقى؟ ان انا بوفر مكان لابناء الطبقه المتوسطه اللي هو زي حالتنا. انا بعمل ايه؟ انا ما بوفرش مكان بس, ده انا بشيل عبء عن المدارس الحكوميه اللي ولادي كانوا هيكونوا فيها عشان اوفر مكان لاخرين. يبقى انا كده عملت فايدتين. تعليم افضل الى حد ما تمام بوفر مكان لطلبه بخف عن ضغط عن المدارس الحكوميه وبدخل فلوس تمام طيب ده هيوفر لي كام؟ المفروض انا بعمل ده عشان يوفر لي كام؟ يوفر لي 30% من ال 153,000 فصل. 30% من ال 153,000 فصل. 30,000 فصل انا اسف 30,000 فصل. 30,000 فصل. طيب انا عملت 30,000 فصل
خليت الكثافه، المشروع ده يخلي لي الكثافه ايه بقى؟ يخلي لي الكثافه اقل شويه، اقل كتير جدا من ما كانت عليه في المدارس الحكوميه. ويمكن ضربت هنا نموذج، ودايما الوزير بيضربه، وزير التربيه والتعليم عزبه خير الله اللي تعتبر قاهره. 750 الف نسمه فيها مدرسه واحده. ده ومن ده كتير على فكره. ومن ده كتير، اذا انا ده فيما يخص الكثافه. هذا المشروع لقي استحسان كتير جدا من المستثمرين، وهيبدا العمل فيه فورا. واعتقد انه هذا القرار قرار جريء، قرار لا يتصف به، لا ياخذه صاحب يد مرتعشه، وخده الوزير، واعتقد انه هيساهم كتير جدا في حل مشكله. طيب الكثافه بنتكلم سؤال اخير بس قبل ما نبدا ناخد الاتصالات، بنتكلم على كم مدرسه تجريبيه تبقى كده؟ انا بتكلم دلوقتي على 30 الف فصل. انا عندي دلوقتي 200 قطعه. المفروض انا هعمل ده عشان 30 الف فصل اعمل 2000 مدرسه. 2000 مدرسه من هذا النوع. تمام. انا عندي دلوقتي 200 قطعه ارض، يعني 200 مدرسه، ده مرحله اولى. ده اللي بدانا نطرحها في الفتره دي. توزيعهم الجغرافي هيبقى ازاي؟ في كل المحافظات. بس في محافظات اكتر، يعني في محافظات اكتر، ولذلك يعني اعتقد انه ان شاء الله باذن الله، لان السيد رئيس مجلس الوزراء مهتم جدا بهذا المشروع، ورئاسه الجمهوريه مهتمه جدا بهذا المشروع. اعتقد انه هيكون في مخاطبه للساده المحافظين، وفي مخاطبه فعلا من السيد وزير التربيه والتعليم للساده المحافظين لتوفير قطع اراضي في المحافظات لتطبيق هذا النوع من الاستثمار. يا رب يا مسهل يا رب. نبدا ناخد اتصالات. هذا الكثافه فندم. ادي حاضر. قبل بقى ما ندخل في افندم، قبل ما ندخل في باقي النقاط المهمه، يا استاذه سلمى، يا استاذ سمر، صباح الخير، اتفضلي. صباح النور. انا كنت بس عايزه اتكلم بس في موضوع مهم. دلوقتي انا ابني في مدرسه في اسكندريه، مدرسه دوليه اسمها القدس الدوليه. ملكها اسمه استاذ محمد عمراوي. السنه اللي فاتت رفع المصاريف 40%، وهو المفروض النسبه اللي متفق عليها القانونيه 7%. ورحنا واعترضنا. فطبعا هو هددنا ان اللي مش عايز يمشي احنا عندنا ويتنج كتير، والكلام ده كان في اول 9، لانه حدد المصاريف متاخر، فطبعا ما كانش في اماكن ممكن نودي ولادنا فيها. ووعدنا انه مش هيرفع المصاريف كده تاني. السنه دي رفع المصاريف من 45% ل 50% واكتر. هي ايه معلش تاني؟ هي تجريبية ولا دولية يا سمر؟ معلش؟ نعم دي دولية. دولية تمام. دولية الباص بس السنة دي برفع 700 جنيه زيادة. الباص بس. لما رحنا واتكلمنا واعترضنا، طلع لنا ورق مختوم من الوزارة بموافقة الوزارة على الزيادة اللي هي تتعدى أكتر من 40%. جاب لك موافقة من الوزارة بالأرقام دي، بالزيادة دي؟ بالزيادة ديت بالأختام، وإن الوزارة كانت عايزاه يرفع المصاريف أكثر من كده عشان يتساوى مع بقية المدارس، بس هو عشان الراجل طيب وحنين مرضاش يرفع المصاريف عننا. كتر خيره والله. أنا بشكرك. حاضر يا سمر. لا هو راجل بصراحة، يعني الواحد مش عارف يشتكي مين أو يتضايق من مين، يعني حاضر من الراجل ولا من الوزارة. أنت عموما فتحت لنا نقطة مهمة أكيد كانت في المحاور اللي كنا هنسأل فيها أستاذ بشير عن المدارس الدولية وفرض السيطرة عليها، بس أنت كمان أضفتي دلوقتي موضوع إنه جاب لكم ورقة مختومة بأختام وزارة التربية والتعليم بتقول إنه مسموح له يزود ال 40%. دي ناخد بس سعيد من حلوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. احنا مش عايزين نحلم، احنا عايزين نحل واقع. الصوت انا عندي اقتراح بنجيب ستيدي بعدين. لا معلش اقفلوا كلمة تاني يا استاذ سعيد، لان الصوت مكتوم جدا، مش قادرين ننميز. طيب هناخد بقيه الاتصالات بس نجاوب. طب استاذ احمد معلش اسكندريه عشان بقاله كتير على التليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرم حضرتك، انا عندي اقتراح بسيط خالص. لا اتفضل. الله يكرمك يا فندم، انا عندي اقتراح بسيط. اتفضل يا فندم، بس وطي التلفزيون بعد اذنك يا استاذ احمد، وطي التلفزيون لو سمحت لحل مشكله التعليم. استاذ احمد وطي التلفزيون عشان نسمع بعض اسرع بس لو سمحت. الله يكرمك، انا عندي حل كويس لحل مشكله التعليم في اسكندريه. الانديه الموجوده اللي هي نادي سبورتين
نادي سبورتين ونادي الاتحاد ونادي الاتحاد. طب ناكد على الناس توطي التلفزيون يا جماعه قبل ما ندخل. وجميع الانديه الموجوده دي تعمل مدارس تعمل مدارس جوه النادي. حاضر خلاص وصلنا للنقطه. حاضر استاذه منى القاهره صباح الخير. اهلا بحضرتك وصباح الخير على ضيف حضرتك. انا بس بعد اذن حضرتك انا بس ليه كومنت بسيط قوي. ان انا شايفه من زمان قوي ان مشكله التعليم اول حاجه فيها عشان تتحل ان زي مثلا موازير الصحه مثلا اللي بيمسك وزاره الصحه دكتور طبيب، المفروض ان اللي يمسك وزاره التربيه والتعليم استاذ متخصص في المناهج والتربيه. احنا دايما بيجيبوا ناس يمسكوا وزاره التربيه والتعليم ناس ما لهمش دعوه خالص لا بالتربيه ولا بالتعليم، بيجيبوا لنا مره طبيب اطفال ويجيبوا لنا مره استثماري ويجيبوا لنا مره يعني ناس مهندس. حاضر. ناس ما لهمش دعوه خالص ولا بالتعليم ولا بالتربيه ولا فاهمين مشاكل المدرسين ولا فاهمين حاجه. حاضر. وبعدين المشكله اللي الاستاذ بيتكلم فيها على كثافه الفصول انا على عيني وعلى راسي، انما تطوير المناهج اللي بيحصل ده انتوا قاعدين تطوروا مناهج ومفيش مدرس مؤهل انه يشرح الحاجات دي. احنا عندنا قرايبنا في الثانويه العامه بيقولوا مناهج الرياضيات اللي اتطورت دي اصلا حاجات نزلهم من كلية هندسة. طب هما فين المدرسين اللي قادرين يشرحوا لهم منهج الرياضيات الجديد ده؟ انتوا كده بتحرجوا المدرس قدام الطالب. هيقف طالب عنده 16 17 سنة يسأل مدرس عنده مثلا سي 45 50 سنة عشان يدرس ثانوية عامة، المدرس مش قادر يرد على الولد لان المدرس المنهج متغير والمدرس مش فاهمه مش عارف يتطور معاه. فحرام. الى جانب بقى اللي انتوا عملتوه في اولادنا الصغيرين. انا مثلا عندي ولادي واحد رايح اعداديه وواحده رايحه ثالثه ابتدائي، يعني ايه اللي انتوا عملتوه ده ولغيتوا امتحانات الميد ترم؟ يعني اي ماشي يمتحن، هل النظام ده رجع ان هو مثلا ثلاث امتحانات شهر الترم الاولاني ونص سنه وثلاث امتحانات شهر وامتحان اخر السنه، ولا لغيتوا امتحان نص السنه ده والولد بقى الاخر ولادنا يجوا يمتحنوا بقى الكتابين مع بعض في اخر المنهج كله على بعضه؟ حاضر يا منى هنسال. حرام يا ناس كده، حرام انتوا يعني حسوا بينا شويه. هم علشان ولادهم كبروا ولا ولادهم عدوا ما بيحسوش بالناس؟ حرام. انا نفسي انا شخصيا لو انا ام والكتاب ده كله هذاكره لبنتي او ولادي في اخر السنه يمتحنوه مره واحده ترم اول وترم تاني، حرام عليكم. ما انا ما عنديش واحد، انا عندي ما شاء الله بذاكر لثلاثه. يعني حسوا بينا شويه، حرام عليكم. ارقفوا بحالنا ارقفوا بحالنا يعني ادي كل واحد تخصصه. انتوا بتقولوا تخصصات، ادوا كل واحد تخصصه. خليها معانا بقى، خليكي معانا يا استاذه منى. طيب. لو سمحتي. حاضر. انا بس معايا تليفونات ثانيه، انت عايز تاخد وتدي معانا؟ انا عايز طب خليكي معانا يا منى، اتفضلي. استاذه منى صباح الخير يا فندم. صباح النور. حضرتك بتقولي انه ما يصحش ان يكون طبيب اطفال يمسك وزاره التربيه والتعليم. أيوه. او طيب هل انت حضرتك تعرفي الدكتور هلال الشربين وزير التربيه والتعليم تخصصه ايه؟ انا لا مش عارفه صراحه. طب خليني اقول لحضرتك تخصصه ايه. اتفضل. الدكتور هلال الشربيني استاذ تربيه ومناهج زي ما انت زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. اذا كان لسه بعد كان عميد كليه التربيه النوعيه. طب اسمعيني بقى، انا سمعتك، انا ما قاطعتكيش خالص. عميد كلية تربية نوعية جامعة المنصورة وهو ما كملش 40 سنة. طب تربية نوعية اكمل لك يا استاذة منى. طب اتكلمي وبعدين انا اتكلم. تربية عين شمس ليه المناهج والتطوير والحاجات دي ليه دول ما يمسكوش الكلام ده؟ دول اولى بالكلام. ما هو ده تخصص يا فندم، ما انا بقول لك اهو. حبيبتي يا منى، يعني هي الفكرة نختاره من انهي جامعة ولا الفكرة بتتكلمي على المضمون ان هو يكون حد تربوي من المنظومة التعليمية؟ من انهي جامعة؟ انا هو دلوقتي بيقول كلية تربية نوعية، انا ما سألتوش انهي جامعة، انا ما بتكلمش. طب يا فندم ما انا برد عليك اهو، ما انا برد على حضرتك. طب نسمع بعض يا منى. كليه تربيه مش تربيه نوعيه يا ناس. انا طب يا فندم على فكره واحده قريبتي تربيه. ما كليه التربيه يا فندم جامعه المنصوره. كليه التربيه جامعه المنصوره يا فندم. انا عايزه استاذ مناهج مش ممكن تعليم وكده. انا عايز طب لا. طيب طب انا هرد عليك يا استاذه منى. يا رب بس تكوني سامعانا. ماشي خليكي يا منى. انا هرد على حضرتك. بصي هنقفل دلوقتي. الدكتور الهلال الشربيني كان عميد كليه تربيه جامعه المنصوره وهو لم يكمل ال 40 عاما. كان نائب رئيس جامعه المنصوره، وكيل أول وزارة التعليم العالي، مستشارنا الثقافي في ليبيا. الدكتور الهلال الشربيني عنده 16 مؤلف وعنده 70 بحث منشورين في كبرى مجلات العالم المهتمية بالتربية والتعليم. علاقته إيه تطوير المناهج؟ بس ادخلها في الموضوع. ده هو ده تخصصه المناهج، هو ده المناهج والتربية.
يعني استاذ يعني لما نتكلم على تطوير المناهج هو ده عنده الخبره طبعا دي. طبعا ادخلي بس يا استاذه منى على جوجل واكتبي الدكتور الهلال الشربين وزير التربيه والتعليم، هيطلع لك السي في بتاعه. الشيء الثاني، عندنا مركز في وزاره التربيه والتعليم لتطوير المناهج. هذا المركز يضم اساتذه كبار من الجامعات المصريه واساتذه متخصصين. ارجوكي برضو تبصي على موقع الوزاره، شوفي مركز تطوير المناهج موجود في وشغله ايه وانتاجه ايه. الشيء الثاني حضرتك بتتكلمي على تطوير المناهج، تطوير المناهج لم يتوقف يا استاذه منى عام واحد، ولو توقف تطوير المناهج توقف الحلم اللي حضرتك يا استاذه منى كنت بتتكلم يا استاذه منى كنت بتتكلمي عليه دلوقتي. التطوير لازم يكون موجود كل سنه. انا ما بعملش تطوير السنه دي والسنه الجايه اقول لا اصل انا عامل السنه اللي فاتت تطوير، لا، التطوير لازم يكون موجود كل سنه، لان تطوير المناهج ده في كل دول العالم كل سنه بيكون في تطوير. مش بنسف المناهج وبحط مناهج جديده، لا، انا بطور المناهج. عندنا تطوير مناهج يا استاذه منى هتلمسيه هذا العام ان شاء الله. عندنا 150 استاذ جامعي من 12 جامعه مصريه من كبار الاساتذه اقتدوا بمناهج العلوم والرياضيات في 5 دول كبرى متقدمه في هذا المجال. والمناهج الجديده للعلوم والرياضيات ان شاء الله باعتبارهما مادتين عالميتين هيطبق من العام بعد القادم، مش هذا العام، العام بشكرة. القادم بشكرة. باقي المواد ان شاء الله من هذا العام ان شاء الله، العام ده هيكون فيه المناهج الجديده في المواد التاريخ الجغرافيا المواد اللي بترتبط بينا احنا هنا ان شاء الله. بشكرك على الاجابه يا استاذ بشير. استاذ محمد البحيره، صباح الخير استاذ محمد. ايوه مدام عبير، مع حضرتك. مدام عبير صباح الخير، اتفضلي. صباح النور يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. لا انا معلش، اعتراض كامل على الوزير بتاع التربيه والتعليم. ليه يا فندم؟ فاهمه هو ليه مستني لحد دلوقتي بعد تسريبات الثانويه العامه؟ انا مدرسه. مدرسه بقالي 24 سنه، انا اسفه المناهج من اسوأ ما يكون، وربنا يكون في عون ولي الامر اللي مستحملكم بصراحه لحد دلوقتي. هو بقى خريج، هو كان بتاع جامعه معرفش كان خريج ايه، ده ما يخصنيش، هو فاشل بكل المقاييس. انا اسف. انت سؤالك واضح بتقولي انت سؤالك واضح بتقولي ازاي بعد التسريبات اللي حصلت يفضل في منصبه؟ عشان اعمل 6 امتحانات شهريه، انا مدرسه، 6 امتحانات كل شهر امتحان. المفروض ان انا دلوقتي ولي الامر ده يعني يقعد يذاكر لاولاده، نضيع اسبوع كامل بنمتحن، بعد منها 3 اسابيع ياخد حاجه جديده، واسبوع تاني يمتحن. دي مفرمه، دي مفرمه. انتوا ليه بتعملوا كده؟ حضرتك مدرسه ايه يا استاذه عبير؟ مدرسه ايه يا فندم؟ مدرسه فرنساوي. فرنساوي، طيب انا بشكرك يا فندم. حاضر. مين يا شباب؟ لا خلينا نطبق. طب امال حالا، والله حالا امال بس ونسمع حضرتك على الحاجات اللي فاتت دي كلها. يا استاذه امال صباح الخير. السلام عليكم. السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اعمل مداخله بعد اذنك؟ طبعا، حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضلي. الله يكرمك يا حبيبتي. هو انا بالنسبه لي انا عندي مشكله كبيره جدا بالنسبه لابني، كان في ثانويه عامه نظام حديث. وعملت تظلم للولد وهو جايب 403. حضرتك عملت تظلم في الاحياء وفي الجيولوجيا، لقيت له درجات فعلا بالفعل اسئله مقدره تبقي الاصل نموذج الاجابه، ومعمول له غلط 0. رسمه في الجيولوجيا تبقي الاصل نموذج الاجابه ومعمول له غلط 0، وفي الاحياء نفس القصه برضو، مصطلح علمي عليه درجه واخد عليه نص درجه، سؤال في الاحياء واخد اكزامبل او مثال غير اللي موجود جوه النموذج غلط. حضرتك دلوقتي هو كان حلمه ان هو يدخل طب، هو كان عايز نص درجه بس. عملت تظلم وعملت التماس للوزير على اساس ان انا ارجع حق ابني بالحق. طيب. انا عايزه بس كل المطلوب ان هو يشوف ورقه الجيولوجيا بتاعته، يشوف السؤال الغلط اللي معمول له 0 ده عليه درجه كامله، يشوف السؤال مصطلح علمي عليه درجه في الاحياء بس، يشوف لو هو له حق يرجعهولي بس، انا مش عايزه غير كده، لان ابني في حاله نفسيه غير طبيعية بالمرة، ما بيخرجش خالص. حاضر يا استاذ امال، حاضر حاضر. اسمعي، اقفلي التليفون دلوقتي واسمعي رد استاذ بشير لو سمحتي عليكي، وانا بعتذر لباقي الاتصالات اللي معانا، ثواني بس عشان لازم ناخد ردود كده. استاذ بشير، نبدا بالاستاذه امال وتظلم ابنها وموضوع الجيولوجيا. يعني تمام، انا عايز اقول انه 65,000 طالب تقدموا بتظلمات. احنا عشان بس البعض بيفهم خطا، انه بتعاد الورقه تصحح من اول.
اللي بيعاد بيعاد رصد الدرجات. رصد الدرجات شرحناها. وعايز اقول لحضرتك انه تمام عايز اقول لحضرتك انه كل ولي امر او كل طالب بروح لازم يقول انا ليا درجات، لازم يقول انا ليا درجات. وانا باجزم ان اللي له درجه خدها. هيقول لك اصل احنا خدنا مدرس معانا وقال اصل تصحيح الورقه. الورقه مصححهاش مدرس، الورقه بصححها 12 مدرس. 12 مدرس فمش معقول السؤال هيعدي من هنا وروح على ال 12 من غير ما كله درجه وياخدها. ومع ذلك ده في التصحيح ولا في الرصد؟ ده في التصحيح. ال 12 في التصحيح والرصد وكله تمام. طب ازاي في الرصد ممكن يطلع فيه فرق درجات؟ لا الرصد ممكن 12 مدرس. ما انا هقول لحضرتك الرصد ممكن يطلع فيه، انا بتكلم على التصحيح، اسف بتكلم على التصحيح. الرصد رصد الدرجات. ولذلك بنقول ايه الخطا ممكن يكون في الرصد. مش ان سؤال ما تصححش. الخطا ممكن يكون في الرصد، ولو في ولو في درجه للطالب بياخدها، لكن ال 65000 اللي تقدموا كلهم اكدوا ان هم لهم درجات. تمام. وانا باكد ان له درجه خدها، وان اولياء الامور بعواطفهم بطريقتهم في التصحيح، وانا واحد منهم طبعا، بطريقتهم في التصحيح لازم هيطلع درجات لابنائنا. لكن المنطق والعقل والقاعده اللي بيصححوا بيها بتقول ان هو ملوش درجات. ده فيما يخص اي حد قدم وقال ان انا ليا درجه. دي كان لازم تتوضح. مش بالظبط. رقم اتنين الاستاذ عبير مدرسه الفرنساوي. وانا اشك انها مدرسه. تمام. ليه يا فندم؟ لان اذا كان المدرس بيتكلم بهذا الشكل ويقول وزير ده قاعد ليه، يبقى احنا على ولادنا السلام. لازم يكون طريقه المدرس في التعامل، ده مدرس، ده اللي بعلم القاضي وبعلم الدبلوماسي وبعلم السفير وبيعلم الوزير، لازم يختار طريقته في الكلام. اذا كنا طريقه مدرس بالشكل ده يبقى لا. طب يا فندم بس هو هي بتقول يبقى التدريس عندنا بعافيه. طيب طيب. المدرسين عندنا بعافيه. حضرتك بتتكلم على الاسلوب، سيبني انا بقى اتكلم على المضمون. تمام. انا هتكلم على المضمون. المضمون انا جاي المضمون التسريب. الصراحه ناس كتير قالت قالت لك كان المفروض أشكرك. تسريبات حصلت بالحجم ده الوزير ما كانش يقعد في مكانه. طيب. انا هقول للاستاذ عبير حلو جدا صح، ناس كتير قالت الكلام ده صح. بس خليني اقول للاستاذ عبير انت بدل ما تطلبي ده ارجوكي عليكي انك تشيدي بوزير التربيه والتعليم وتشيدي بالحكومة الحالية وتشيدي بكل القائمين على منظومة امتحانات الثانوية العامة. لأنك لو متابعة، حضرتك مدرسة فاضلة ولو متابعة كويس، كنت هتقري بيان رئيس مجلس الوزراء اللي قال فيه أن التسريبات بتتم بقالها 5 سنين وأنت مدرسة فاضلة وكان عليك أنك تتابعي الحاجات دي، لأن ده من صميم شغلك. امتحانات الثانوية العامة بتسرب من 5 سنين، مش يعني فاتك بيان مجلس الوزراء، كان عليك ان ان انك تحالي او تتابعي بيان وزاره الداخليه اللي المتهمين بتسريب المادتين التربيه الدينيه والديناميكا اعترفوا في التحقيقات ان هم بيسربوا بقالهم سنتين. بيسربوا بقالهم سنتين، يعني مش السنه دي بس. مين اللي سلم دول يا استاذ عبير؟ الوزير اللي حضرتك بتتكلم عليه هو اللي سلمهم. الشيء الثاني، مين اللي اكتشف التسريب يا استاذ عبير؟ وزارة التربية والتعليم. طيب. غرفة العمليات هي اللي اكتشفت هذا التسريب. طبعا هنا هسألك سؤال. إذا التسريب أكمل دي يا أستاذ. التسريب بقاله 5 سنين. بقاله 5 سنين. اسمعي هنا بقى في الجزئية دي معلش سؤال. اتفضل. الوزير جاء بقاله سنة واحدة صح؟ تمام. زي ما حضرتك قلت في الأول، الوزير لما جاء كان شايف إنه في 4 سنين فاتوا في تسريبات بتحصل، يبقى أنا رقم واحد في أولوياتي إن أنا أمنع التسريبات دي. حلو. عشان جداً. مجهود ولادي بقى ما يضيعش. حلو جدا، تعالى أرد على حضرتك. اللي اتسرب عندنا مادتين بس. اللي اتسرب عندنا مادتين بس. قدر الدكتور الهلال الشربين وزير التربية والتعليم، وأنا والله لا أدافع عنه، أنا بدافع اللي أنا شايفه، إنه هذا الرجل دخل عش الدبابير. عش الدبابير، أنت أمام مافيا، مافيا في كل حاجة، مافيا دروس خصوصية، مافيا موظفين داخل الوزارة في المديريات وفي يعني على مستوى الجمهورية، مافيا أصحاب مدارس خاصة ودولية. أنا هنا لا أعمم، أنا بقول البعض. إذن لما الوزير يدخل عش الدبابير، وكتير جدا من اللي متابعين وزاره التربيه والتعليم ومندوبين بقى لهم 20 سنه كتبوا قالوا ان الدكتور الهلال الشربيني دخل عش الدبابير. لك ان تعلم ان 800 قضيه فساد، 800 قضيه فساد، 800 حاله يا استاذ عبير احيلت الى النيابه والى الشؤون القانونيه، يعني معدل 1.5 كل يوم، قضيه ونص كل يوم فساد طالع من وزاره التربيه والتعليم، إما إلى النيابة وإما إلى الشؤون القانونية. الشيء الثاني، كان ممكن المسؤول الحالي عن التعليم في مصر الدكتور الهلال الشربيني
يغمض عينيه عن التسريب زي ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت، وكانت هتبقى الامتحانات زي الفل. ما سالتيش نفسك او ما سالناش انفسنا فين ال 100% اللي بتيجي كل سنه اللي الطلب بيجيبهم، وفين ال 102 وال 103؟ مفيش طالب واحد جاب 100% السنه دي. ده معناه ايه؟ اقول لك ده معناه ايه؟ ان اللي اجتهد خد حقه. هاتيلي طالب مش حقه ان ياخد الدرجات دي او يجيب او يطلع الاول وطلع الاول. يا فندم بس في طلبه قد كده دخلوا معاهم الامتحان يا فندم. ما انا هقول لحضرتك معاهم الامتحان. بصي الطالب اللي معاه امتحان ودخل معاه الامتحان، انا بقول لك التربيه الدينيه والديناميكا، غير كده ما عندناش تسريبات. اللي عنده تسريب لماده تانية يجي يقول. كانوا بيجيبوا امتحان السودان يا استاذه منى، الثانويه العامه في السودان اللي بقى له شهر امتحنوا، بقى لهم شهر اكتر من شهر، وحطوه على شاومينج والحاجات دي وقولوا ده امتحان السنه ومكتوب عليه فعلا 2016 امتحان السودان. قبضوا على بتاع شاومينج مش كده؟ قبض على يجي 50 شاومينج يعني. مش شاومينج واحد. والله وخليني اقول لحضرتك انه اللي كان بينزل ده مش الامتحانات، مش الاجابه. اللي يقول لك عندي الاجابه كاذب، كاذب من يدعي ان هناك تسريبات غير المادتين دول. مفيش اجابات نموذجيه نزلت؟ غش الكتروني، هناك غش الكتروني. الغش ده موجود في كل دول العالم. نمنعه؟ نمنعه. المدرسه تمنعه، المدرس يمنعه. يا استاذ عبير اللي بتكلم دلوقتي المفروض توصي الطلبه وتطلب من الطلبه بتوعها بما انها مربيه فاضله ان هم ما يغشوش، ان هم يعتمدوا على انفسهم، ان هي مدرسه فاضله تدي الحصه في المدرسه كويس جدا عشان ما يضطرش الطالب ان ياخد عندها درس. واحنا عندنا ازمه في الفرنساوي، اللغات كلها هتلاقي الطلبه كلهم بياخدوا لغات. انا بناتي نفس الشيء وحضرتك وكلنا. فمدرسين اللغات والاستاذ عبير منهم، انا يا رب يا رب يجتهدوا اكتر من كده ويدوا بذمه وضمير في الفصول عشان الطلبه ما اضطروش ياخدوا دروس خصوصيه، وعليها ان هي بس تتابع وزارتها اللي هي بتنتمي ليها. طيب. القرارات اللي بتطلع بس ما يعني ما تشيلش منها قوي كده عشان هجمه الوزير يا فندم يعني. خالص انا عايز اقول لك لا لا لا، انا عايز اقول لك على حاجه. لا يعني دونت تيك ات بيرسونال لو سمحت. انا عايز الطريقه بس. طيب. الطريقه في الطرح على فكره. طيب. هي ممكن تقول اكتر من كده بس الاسلوب يختلف. طيب هي مربيه فاضله وانا اكن لها كل احترام، نختار الاسلوب اللي نتكلم. بس هي لم تتجاوز، هي قالت المفروض بعد التسريبات اللي حصلت الوزير كان يمشي من مكانه، انا مش عارفه ازاي قاعد مكانه، ده اللي هي قالته. تقول لي ما كانش في تجاوز وما كانش في اساءه في شخص الوزير جدا. بصراحه وحقي انا عليها كولي امر. طيب. ان هي تتابع الوزاره بتاعتها فيها ايه. طيب ناخد استاذ سعيد وبعدين نرجع لباقي الناس في 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 اسئله ثانيه كتبناها. استاذ سعيد عشان بس الناس بقالها كتير على التليفون. صباح النور يا فندم اتفضل. استاذ سعيد حضرتك عمال ده حضرتك اتكلمت برضو تاني، الصوت عندك مكتوم، في مشكله. سامع حضرتك كويس؟ سامعني حضرتك؟ سامعه؟ انا مش سامع. لا هي سامع حضرتك. طب يا فندم قول اتفضل سؤالك اتفضل سريعا. حضرتك النهارده احنا عندنا ليله كده التعليم في تعليم ابتدائي وفي تعليم اعدادي وتعليم ثانوي. تمام. في بنات وفي بنين. عشان نحل المشروع موضوع الكثافه، انا من رايي ان نخلي التعليم بالنسبه للبنات والاطفال الصغيره بس ازاي فتره اولى، الفتره الثانيه نجيب الاولاد اللي هم بتوع الثانوي والاعدادي في فتره ثانيه عشان اوفر فصول واقدر اقلل العدد بتاع الفصل. يعني النقطة الثانية. طيب رسالتك وصلت يا أستاذ سعيد. خلاص حاضر حاضر، رسالة حضرتك وصلت. حاضر ناخد أستاذة نورة بس عشان أستاذة سمر هي كانت كلمتنا من شوية. أستاذة نورة صباح الخير يا فندم اتفضلي. صباح النور. لو سمحتي يا أستاذة منى أرجوك تديني فرصتي بس. بندي كل واحد فرصته والله يا فندم اتفضلي. حضرتك أنا مدرسة رياض أطفال شغالة في مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ. تمام. دلوقتي مشكلتي كلها يا فندم، انا من اسكندريه على فكره. مشكلتي كلها يا فندم ان انا مستقره ومتجوزه وقاعده في اسكندريه. 30,000 مشكلتي كلها في النقل. لا حضرتك من 30,000 معلم؟ يا ريت يا فندم، يا ريت تبع ال 30,000 اخذوا حقهم ثالث ومثلث. انا شغاله قبلهم من 3 سنين. هي شغاله قبلهم من 3 سنين وما اخذتش حقها يعني. شغاله قبلهم من 3 سنين، انا شغاله من 2013. دلوقتي حضرتك يا فندم انا مشكلتي ان انا بسافر من اسكندريه لكفر الشيخ عشان خاطر شغلي. مفيش اي امل، انا مش عارفه اقابل اي مسؤول. حضرتك هما بيطلعوا في التلفزيون يقولوا باب الوزير مفتوح لاي حد، كل ده شو اعلامي فقط. انا رحت وزاره التربيه والتعليم مرضوش يدخلوني من البوابه، مرضوش يدخلوني. الموظفين اللي واقفين قدام البوابه حولوني على خدمات المواطنين. سبت شكوتي من شهر 4
ما حصلش اي حاجه ولا اي حاجه. رحت للمحافظ، المحافظ كتب لي على شكوتي وحول الى وكيل وزاره التربيه والتعليم. شكوتي راحت مديريه التربيه والتعليم في كفر الشيخ. قسما بالله يا فندم انا دخلت لوكيله الوزاره قالت لي انا مش فاضيه. بقول لها حضرتك يا فندم طب عايزه اشرح لك موضوع، قالت لي قلت لك انا مش فاضيه وطلعت من مكتبها. هناك التوجيه بيقولوا في عجز. طب يا جماعه ال 30,000 صدر لهم قرار وزاري ان هم ينقلوا كل واحده محافظتها، اعتبروني حاله استثنائيه زي ال 30,000 عشان خاطر انا عندي بنتين توأم داخلين المدرسه السنه دي. وخلاص قدمت لهم هنا يا فندم في مدرسه في اسكندريه واتقبلوا. هناك في كفر الشيخ يقول لك خلاص لو عايزه تعملي اجازه من حقك الاجازه. طب خليكي معايا يا نوره. نوره انا عارفه، ما انا عشان كده عايزه اسال نوره خليكي معايا. هو سؤال، هو عشان اكون من ال 30,000 مش في شروط معينه ولا هي متروكه لوكيل اول الوزاره؟ لا هي مش من ال 30,000. ما انا بقول علشان اكون من ال 30,000 هل دي ليها شروط معينه؟ هي عمرها ما هتكون من ال 30,000. ال 30,000 دول ملف لوحده. لكن انا عايز اسالها هي بطاقتها فين واقامتها فين اساسا؟ بطاقه اسكندريه، بطاقه زوج اسكندريه. امال ايه اللي عينك في كفر الشيخ؟ انت متعينه بمسابقه؟ بمسابقه يا فندم احنا كنا قاعدين فعلا في كفر الشيخ، انا محافظتي اصلا كفر الشيخ. تمام خليني بقى دلوقتي احنا نقلنا واستقرينا، معايا كل الاثباتات ان احنا قاعدين دلوقتي في اسكندريه، شهاده ميلاد ولاد اسكندريه، شغل جوزي، كل حاجه في اسكندريه. يبقى تعالي لي انا بعد اذن حضرتك، تعالي لي انا. طيب امتى؟ طيب يا فندم على الهوا امتى؟ بكره على الهوا. دي كلمتي انا يا نوره. نوره انا ما سبتش باب والله قسما بالله، دي كلمتي انا اللي بقولها دايما على الهوا. انا استاذنك تعالي لي بكره مكتبي بعد اذنك، انا منتظرك الساعه 12 والزملاء في الكنترول استاذ احمد صقر رئيس التحرير. ارجوك اديها تليفوني وانا هتواصل معاها وهي تتواصل معايا بعد الهوا. ارجوك يا فندم. حاضر. لا ده حقك. حاضر يا نوره. حاضر. بس ما تقفليش التليفون وادي رقمك لزمايلي دلوقتي. حاضر ما تقلقيش ان شاء الله. انا عايزه بس ارجع. مين؟ بسمه من الجيزه. طيب حاضر ناخد بسمه بس ونرجع لبقيه الناس. يا استاذه بسمه خير. صباح النور حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. دلوقتي حضرتك انا خريجه سياحه وفنادق، انا داخله مدرسه حكومه في الهرم اسمها الاهرام الفندقيه المهنيه. اهرام الفندقيه. انا داخله المدرسه دي على اساس نظام معين. داخله المفروض عارفه ان انا من سياحه وفنادق، ليا تجاره، ليا تربيه، ليا اي حاجه مش مشكله. لكن النظام ده اتغير السنه اللي فاتت. تمام. انا ولا ليا جامعات حكومه ولا اصلا ليا اي حاجه، ولا ليا اي اختيارات، ولا ليا اي حاجه غير السياحه وفنادق. انا الاولى على الجمهوريه جايبه حاجه و80. لما استلمت الجايزه من الوزير بتقول انت حطمت امانينا ومش هنخش جامعات ولا حاجه. قال لها نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. ولا اتكلم ولا فتح ولا حاجه. التنسيق بتاعنا نزل اخر مرحله في التنسيقات لغايه ما بص كنا قاعدين على اعصابنا. الدفعه بتاعتي كلها جايبه 80 واعلى. ليه احنا اخر حاجه يعني؟ ماشي مع احترام للثانويه العامه، واحنا كمان خدنا دروس. لا خليكي معايا، خليكي معايا يا بسمه عشان استاذ بشير في حاجه مش فاهمها من كلامك. هي ايه الموضوع؟ ما هي عايزه تعيد تاني يا بسمه. لا انا مش فاهم الاهرام. احنا مش قادرين نوصل. مش قادرين نوصل برضو. الاصل المشكله ايه يا بسمه؟ انا كمان مش فاهمه الصراحه اصل المشكله ايه. انا مجبره اخد سياحه وفنادق. انا داخله مدرسه سياحه وفنادق وعارفه ان انا ليا تخصصات غير سياحه وفنادق. نعم. ما برضو المشكله فين يا بسمه؟ مش فاهمين يا حبيبتي. المشكله انا عايزه افهم انا جامعتي ايه غير سياحه وفنادق. انا ماليش اي حاجه غير سياحه وفنادق. حتى الانسان خلاص مدرسه المدرسه الفندقيه مش عارفه تدخل سياحه وفنادق. تمام تمام. ماشي يا بسمه خلاص. بس المعاهد كلها عشان افهم انا ليا ادخل ايه غير سياحه. مفيش. نقابه المرشدين رافضه ان حد من السياحه والفنادق يكون خريج شهاده سياحي. انا المفروض اعمل ايه يعني؟ 3 سنين من عمري اعيدهم تاني ثانويه عامه واسقط تاني زي اللي بيسقطوا عشان خاطر النظام اتغير في يوم وليله؟ ماشي. ماشي يا بسمه. حاضر يا بسمه. حاضر. طيب عايز ترد عليها؟ حاضر. لا انا مش عايز ارد عليها، انا عايز ارد على اكتر من حاجه علشان وقت البرنامج بيجي.
خلينا الاول الملف الثاني احنا اتكلمنا عن المناهج واتكلمنا عن الكثافه. خلينا القرار اللي ازعج الناس امبارح اللي هو بتاع المجلس الاعلى للتعليم ما قبل لا معلش لان ده هيبقى النص الاخير في الحلقه طيب علشان طيب ده عندي 600 سؤال فيه تمام لا تمام لا مش هتاخدنا في دوك يا استاذ مشير انا عندي 50 سؤال دلوقتي احنا بعدين احنا معانا وقت شويه زياده بعد اذنك يعني هتدينا وقتك شويه زياده بعد الهوا كمان يعني قصدي اكتر من وقت الهوا كمان خليني بس ارجع الاول لكم حاجه مهمين. اول اتصال خالص جانا المدارس الدوليه ايوه ليه دائما وابدا المواطن المصري عند ولي الامر عنده احساس انه المدارس الدوليه لا تخضع لسيطره وزاره التربيه والتعليم. المصاريف الراجل اللي راح صاحب المدرسه زود 40% وراح جايب لهم ورقه مكتوب عليها ان موافقه والتربيه والتعليم على هذه الزياده يجيب اللي هو عايزه. خليني اقول لحضرتك ان ملف المدارس الدوليه والخاصه كان فيه بعض التجاوزات لكن اعتقد انه ما عادش فيه تجاوزات دلوقتي على الاقل قدام وزاره التربيه والتعليم. بناخد التجاوزات وبنعرف ان في تجاوزات من اتصال زي اللي جه دلوقتي تمام تمام. المدارس الدوليه والخاصه بيخضعوا لاشراف لوزاره التربيه والتعليم تمام. مش هم بره القانون او اكبر من القانون مناهجهم وزارة مناهجهم زي ما بتقول مناهجهم زي ما بقولوا بتخضع للتربيه والتعليم. المناهج بتاعتهم انا عندي مواد المواد اللي بدرسها اللي تخصني انا لازم هم يدرسوها يعني اللغه العربيه مش هيروح جامعه الا اذا اجتاز امتحانات اللغه العربيه والامتحانات اللي انا حاططها. لكن خليني الاول لان مهم جدا يا استاذه منى الاداريات موضوع المصاريف والاداريات هي دي بقى الباص اللي بيزيد كل سنه المصاريف حلو جدا. الحاجات دي كلها صريح معاكي لا علاقه لوزاره التربيه والتعليم بالباص لكن ليه علاقه بالمصاريف. يا فندم بس موضوع الباصات ده يا فندم مستفز جدا يعني أنا ايه هقول لحضرتك. يعني ايه اتوبيس ب 8000 جنيه في السنه مثلا في ليه ما في مدرسه طالعه ب 250000 جنيه في السنه يعني مصاريف الطالب 250000 جنيه. هو انا ايه اللي يجبرني يا استاذه منى انا ده باص انا الباص ده ب 10000 جنيه مش هشترك فيه. ما هم للاسف احنا اللي بنترك نفسنا فريسه لبعض اصحابنا الصراحه زي. ولا هدخل المدرسه دي كمان لو هي بالمنظر المادي المستفز ده لا هو لها ناسها تمام وفي ب 120 وفي ب 100 لا وفي ب 6000 اللي طلعوا ب 5000 اللي الوزاره بتطلعها اللي ده المشروع المفروض كلنا نلتف حواليه. لكن لاول مره في وزاره التربيه والتعليم ان توضع مدارس دوليه وخاصه تحت الاشراف المالي ولوزاره المال والاداري لوزاره التربيه والتعليم. لو في تجاوز بتروح لجنه بيروح انذار بتروح لجنه تفتش لجنه دي ايه لجنه من الوزاره من الوزاره تفتش على كل شيء في هذه المدارس. لو في تجاوز من ايه بقى من الاداره اداره المدرسه كاداريات كاداريات توضع المدرسه بعد انذار واتنين تحت الاشراف المالي والاداري يعني مثلا مدرس اساء لتلميذ في مشاكل توضع في تحت الاشراف المالي والاداري بعد التحقيق توضع تحت الاشراف لكن مصاريف وفلوس وزياده مصاريف في الاسعار وفلوس على موقع وزاره التربيه والتعليم لاي حد بيشتكي من المصاريف وزياده المصاريف موقع وزاره التربيه والتعليم انا بس هطلب من حضراتكم تدخلي على الموقع وتكتبي اسم المدرسه وهيطلع لك مصروفات المدرسه دي كام. اذا لقيتي جنيه زياده عليك انك تقدمي بشكوى للوزاره لو لقيتي الجنيه زياده طيب. لكن للاسف احنا بنسمح لانفسنا طيب. نبتز من قبل اصحاب بعض المدارس عشان احنا ما بنتكلمش عشان خايفين على اولادنا طيب. لا تعالي يبقى. قولي والزياده موجوده حتى الزياده موجوده على موقع الوزاره ما عدا ذلك يبقى لا ما تدفعيش اي حاجه طيب شيء تاني لا دولار ولا جنيه استرليني طيب احنا بندفع بالعمله المصريه. طب لا ثانيه واحده في مدارس بيشترطوا الدفع بالدولار. لا يا فندم ده قرار وزاري انه ما فيش الدفع بالدولار. طب يعملوا بالعمله المحليه اولياء الامور يعملوا فورا يجوا الوزاره لو انا ولي امر واتقال لي ادفع بالدولار لو انا عندي الشجاعه اروح للوزاره فورا. طيب الرد ده رد لأسئلة كتيرة جدا كلها جاية في نفس السؤال. أنا عندي عشرات الاتصالات وناس كتيرة جدا بعت لنا بيسألوا عن موضوع مدارس الدولية بيشتكوا إنه آخر سنتين الأسعار زادت بشكل فلكي فخلاص ده كده الوزارة التربية والتعليم ملهاش إنها تتدخل في الأسعار والمصاريف اللي بتفرضها المدارس الدولية على البساط. أيوة على لكن على المصروفات وعلى المصروفات اللي هي لا يا فندم. طب حضرتك بتقول في مدرسه هتطلع ب 250000 جنيه هتعرفوا تعملوا لها حاجه؟ لا 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 ما دي حاجه ثانيه هتعرفوا تتعملوا لها حاجه؟ لا يا فندم ما ده مدير المدرسه بياخد له 180000 جنيه يعني ايه؟ مرتبه 180000 جنيه مدرسين اجانب ده الفئه معينه طلبه اجانب هم اللي بيدخلوها والمدرسه الدوليه اللي ب 70 و80 و100000 جنيه و120000 جنيه يا فندم دلوقتي 120 150 بيبقى في اتفاق هذه المدارس بمواصفات معينه تمام. في اتفاق بينها وبين وزاره التربيه والتعليم انا بتكلم على انا دخلت ابني او بنتي مدرسه وتاني سنه
لقيت المصروفات زادت 40% زي ما قالت المتصل كريمه من اسكندريه سمر مدرسه القدس الدوليه تمام لا انا بدخل على موقع الوزاره اشوف الزياده كام قال لك انا معايا ورق عليه اختام الوزاره معايا ورق عليه اختام ايه في الدنيا كذب وافتراء ارجعي لموقع وزاره التربيه والتعليم ادخلي اكتبي اسم المدرسه وهتشوف والفصل الدراسي اللي فيه ابن حضرتك وهتشوف المصروفات طيب. زادت كام طيب. زياده عن كده ارجوك تواصلي معانا او تواصلي مع صلاح دليل طيب استاذ احمد من اسكندريه اللي كان بيقترح حل لتكدس الفصول في اسكندريه انه في بعض النوادي زي سبورتينج ومش عارفه نادي ايه وايه وايه ممكن نطلب منهم او ننسق معاهم انه كل نادي يتكفل ببناء بعض الفصول داخل النوادي تكون تابعه لاشراف وزاره التربيه والتعليم ده حل المدارس لا لا لا, لا, لا هو فكره عبقريه واشتغلت عليها وزاره التربيه والتعليم السنه دي من خلال بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه وبين وزارة التربية والتعليم انها تفتح النوادي ومراكز الشباب للأنشطة الصيفية وغير الصيفية او أنشطة العام الدراسي للطلبة على مستوى الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة مشكورة وافقت على ده لكن بنى المدرسة بيبقى له مواصفات معينة لان لازم يكون عندي حوش عشان يمارسوا فيه الأنشطة لا ليه مواصفات معينة تختلف تماما عن ده طيب. الأستاذ سعيد اللي اقترح فترتين للقضاء برضو على قصة التكدس دي انا عايز اقضي كمان على الفترتين مش عايز ما هو في بعض المدارس ما تستحملش فترتين في بعض المدارس ما تستحملش فترتين لان ما عنديش برضو المدرسين اللي في المدارس دي اللي يكفوا فترتين طب ما هنرجع تاني لسوق التوزيع ما هو احنا فلازم نعالج سوق التوزيع بتاع المدرسين سوق التوزيع بقى شغالين عليه بقى لنا شهرين يعني السيد وزير طلب من مدير المديريات كل مدير مديرية يعمل حصر باللي عنده وفي زيادة هتترحل لأماكن تانية يعني أنا مثلا محافظة الشرقية هتلاقي الزقازيق فيها تكدس هتلاقي المدارس اللي في القرى والنجوع ما فيهاش تكدس محتاجة فلازم تعاد صياغة التوزيع الجغرافي للمدرسين على مستوى الجمهورية وده اللي بيحصل دلوقتي طيب. ولذلك هتلاقي في بعض الشكاوى وهتلاقي في نواب محترمين بيجوا يقولوا ده المدرس ده كان هنا واتنقل أو المدرسة دي كانت هنا واتنقلت إذا أردنا إن احنا ما نشتكيش من سوء توزيع المدرسين لان احنا ما عندناش نقص عندنا سوء توزيع ارجو واتمنى على الساده النواب ان هم ايديهم في ايدينا يبطلوا وسايط ايوه ايديهم في ايدينا علشان نصلح المنظومه طيب بس دي رساله مهمه جدا الصراحه مين يا شباب ناخد استاذ يحيى ولا منى بورسعيد يحيى من الدقهليه صباح الخير يا فندم ربنا يبارك لك تاكل زي يا اهلا بيك يا فندم اتفضل اهلا بيك سلام ليك وتحياتي للاعداد والضيفك الكريم ربنا يخلي حضرتك اتفضل يا فندم بنتي مدرسه بقالها 11 سنه وانا اشتكيت قبل كده في دريم ولا رد ولا اجابه بقالها 11 سنه مدرسه تمام هي مدرسه ابتدائيه مدرسه في اداره نبروه الابتدائيه نبروه احنا من قريه تلبانه المنصوره واخد بال حضرتك بتسافر كل يوم 8 مواصلات 4 ذهاب و4 اياب واخد بال حضرتك بتصرف مرتبها كله وتعبت وزهقت والله العظيم من تاشيرات محافظ من تاشيرات وكيل وزاره من تاشيرات موجه من تاشيرات ويخش للتنسيق يقول لك عجز 11 سنه انت تبقى مشكله ومصيبه والله لما يقعد 11 سنه مش عارف يعدل العجز ده امال بعد قد ايه بقى هتحل على المعاش لا اصل في حالات طارئه كده ما ينفعش يعني نستنى يعني انها بتاخد 4 أو 5 أو 6 مواصلات في اليوم عشان تروح وتيجي من شغلها دي بكل المقاييس ما قديش ربنا يعني اتعرضت يعني هقول لحضرتك سياده هناخد رقم طبعا التعليم استاذ يحيى على الطاوله في الامتحانات اتنقلت في ليل في ليل ما كملتش ما طلعش عليها صوت واتنقلت لمحافظتها هي بقى هو ده 30000 اتنقلوا بالظبط 30000 اتنقلوا في لحظه بتأشيرة قلم ودي 11 سنة 11 سنة تفضل من راح وجاي حاضر طب توصل ازاي وتدرس ازاي وترجع بيتها امتى بعد العشاء حاضر يا استاذ يحيى مراكز حاضر قهوه وتركب نبروه حاضر حاضر رسالتك وصلت هستأذنك بس قبل ما تقفل سيب رقمك مع زمايلي ويبقى كده رقم نورة ورقم أستاذ يحيى الاثنين إن شاء الله هيبقوا مع أستاذ بشير زمانة بس أنا عايز أقول حاجة نتيجة الواسطة هي ده نتيجة الواسطة الحاجة التانية هو مش لازم كل مدرس يكون المدرسة اللازقة في بيته لا بس مش كل مدرسة بس ما تاخدش 4 مواصلات يا فندم هي داخل المحافظة على فكرة نبروه وتلبانة ده داخل المحافظة
داخل محافظه الدهب. 11 سنه يا فندم. 11 سنة. ما هو ده بقى ضحيه الواسطه والمحسوبيه. ليه بقى؟ طيب. لان ممكن يكون في مدرسه قريبه منها تركب لها 10 دقائق مثلا. وغيرها جيب الواسطه قاعد في مكانه. ده هم انت في زميلي فهموا غلط. فهموا انه المتصل ده عمل واسطه لبنته. هو لا، احنا بنقول نتيجه الواسطه ان حد تاني جاب واسطه، حد تاني خد مكانها، فانت حد تاني خد واسطه فجاب واسطه فاخد مكانها. تخيل بقى حالات من دي كتير جدا. دول ضحايا، ضحايا الواسطه. ولسه شغالين على فكره، يعني لسه شغالين لحد دلوقتي. انا عندي قريبي في مدرسه كذا، ما بتنقوش ليه؟ طب ما ينفعش يتنقل. هو الوزير ده عمل ايه؟ احنا يعني احنا عاطفين جدا. اذا انا بتكلم حتى على زمايلي، على مستوى الصحفيين، على زمايلي، بعض زمايلي، انا عايز ادخل ابني مدرسه كذا، طب انا مش في ايدي اعمله. طب انا هسالك سؤال بس يا استاذ بشير، معلش، يعني 11 سنه بيطلبوا نفس الطلب ومقدمين مليون طلب ومفيش اي حد، وفي 15 سنه كمان. طب ما هو يعني يا فندم، ما احنا قلنا الناس اللي قاعده يا فندم بتنزل الصبح من بيتها علشان دورها انها تروح تستقبل شكاوى المدرسين او المواطنين او اولياء الامور، دول بيعملوا ايه يا استاذ بشير؟ ما بيعملوش حاجه. انا بقول لك هم ما بيعملوش حاجه. احنا الدوله لسه بدات تشتغل. طيب. لسه بادئين نشتغل. بترد عليا ردود بتخليني مش عارفه اجادلك. ايه ما هو ده مش عارفه اجادل. ده الواقع، ده الواقع. طيب انت تعالي دلوقتي شوفي، لما موظف بيجي، موظف خد على انه بيروح مكتبه واخد معاه الساندوتش بتاعه ويخلص ويجيب شوب القهوه ويقعد بيه. لو حد جاله في التوقيت ده مش موجود. على فكره ما بتكلمش في التربيه التعليميه احنا بس. لسه عندنا موظفات، لسه عندنا موظفات بيقمعوا الباميه والكلام ده في المدارس وكده ولا لا؟ ما انت مش هتلاقي تعمل بقى في المدارس بس، هتلاقي في كل الدوله. طبعا يعني ده في المدارس وكل حته كمان. انت هتلاقي تعمل باميه يعني بقى. طيب. هتلاقينا ممكن في دريم، هتلاقي في اي حته. لا 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 معلش. واحده من زمايلنا جايه. لا انا عارفه انا بقول ايه كويس واحدة جدا. واحده من زمايلنا مثلا جايه مش لاقيه تعمل اكل لجوزها هتعمله. انا بقول لحضرتك ان ده ثقافه الموظف. شر الباليه ما يضحك والله. صحيح. ثقافه الموظف لسه على القديم مش على الجديد. لذلك كلنا ايدينا في ايدين بعض ونشوف الفساد فين ونحمله. طيب ناخد مين يا شباب معانا؟ استاذه منى بورسعيد. حاضر يا استاذه منى. منى قفلتي؟ معلش. لا ما قفلتش. طب معاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا منى. انا بناء عن 15 طالبه بنتكلم بتعليم الكبار، هيبقى احنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف ايه الجديد لينا، وان احنا ملناش كتب وملناش مدرسين وملناش حاجات، احنا تالت اعدادي. فلو سمحت ترد عليا بس بعد ما اقفل عشان اتابع الرد. حاضر يا منى. استاذ سيف من الجيزه، صباح الخير. استاذ سيف. الو صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. تحياتي لحضرتك والاستاذ بشير، وكان ليه عندي عده تساؤلات للاستاذ بشير الحقيقه. اتفضل يا فندم. اول تساؤل، انا كنت يعني هو شخصيه تنتمي لمؤسسه الاهرام، هل هو بياخد المرتب بتاعه في مؤسسه الاهرام زي ما هو؟ وعايز اعرف اليات تعيينه كانت ايه ليكون مستشار الاعلامي لوزاره التربيه والتعليم. نمره واحد. نمره اثنين، انا بتكلم على تطوير المناهج التعليميه كل سنه وبقول تطوير التعليم، واحنا المجتمع المصري بتاعنا بيعاني من الاخلاق الحقيقه، اخلاقيات الناس كلها اتغيرت في الشوارع. فين التربيه؟ فين المدرسه اللي بتبني العقليات الطلبه ان هم ازاي يتعاملوا مع الناس، الناس تتعامل مع بعض؟ فين الكلام ده؟ في حاجه ثالثه يا فندم؟ ايوه الحقيقه انا عايز اسال، تطوير التعليم ايه الاليات؟ هو الاستاذ ما قالناش تطوير المناهج التعليم عشان لسه بنتكلم يا فندم، بنستقبل شكاوى الناس بس. حاضر. ممكن انا اسال حضرتك سؤال يا استاذ سيف؟ اتفضلي. كون استاذ بشير مازال على يعني بياخد مرتبه من مؤسسه الاهرام او لا، هل دي تفرق مع حضرتك او تفرق مع تطوير المنظومه التعليميه في مصر؟ وهو نفسه اتكلم على الواسطه والمحسوبيه وان توزيع المدرسين في المدارس بيتم بسبب نواب مجلس الشعب، وان هم بينقلوا المدرسين بالوسائط والمحسوبيات، فكل دوت ده هو اعتراف رسمي منه انه في فساد في وزاره التربيه والتعليم. لكن هو كمستشار اعلامي ما قالناش ايه الاليه اللي يحارب بيها الفساد دوت. طب هو عايز يخليك معايا يا استاذ سيف بعد اذنك. استاذنك يا استاذ. اتفضل يا فندم. انا واخد اجازه بدون مرتب من مؤسسه الاهرام. حضرتك معايا يا استاذ سيف؟ معايا. مع حضرتك. انا واخد اجازه بدون مرتب من مؤسسه الاهرام، المؤسسه اللي انا بنتمي اليها، من يوم ما اشتغلت مستشار اعلامي لوزاره التربيه والتعليم. ده رقم واحد. رقم اتنين، الوزاره لا تسمح، اسف، مؤسسه الاهرام
لا تسمح ان حد يشتغل مستشار اعلامي ويتقاضى مرتبه من مؤسسة الاهرام. انا اربأ بنفسي والمؤسسة تربأ بنفسها ورئيس مجلس ادارة رافض تماما الكلام ده. يمكن ده كان موجود زمان، لكن انا واخد اجازة بدون مرتب من مؤسسة الاهرام، ويمكن زمايلنا في الاعداد الاستاذ احمد صقر يعرف الكلام ده كويس جدا. اما يعني انا ليه مستشار اعلامي؟ انا نفسي ما اعرفش ليه، وربما اكون كويس وهم اختاروني، ولو حضرتك مكاني وانت كويس اكيد هيختاروك. حضرتك احنا مصر نمره 139 في التعليم، هل دوت مش كفايه ان احنا نواجه الفشل اللي احنا فيه؟ لا انت بتتكلم على مرتبي انت بتتكلم على تعييني مستشار اعلامي، لا انا بتكلم على مرتبي والاهرام ولا لها. هي منظومة التعليم كلها فيها فساد حضرتك وفيها. طب وانا قلت ان ما فيهاش فساد؟ ده انا قلت 800 قضية قدمها الوزير استاذ سيف. دلوقتي حضرتك بس سألت سؤال وضفنا الكريم رد عليه بمنتهى الشفافية، سألت هو بياخد مرتبه من الاهرام، رد عليك قال لك انا في اجازة بدون مرتب ولا اتقاضى اجرا من مؤسسة الاهرام. دي كانت نقطة مهمة حضرتك لمزيد من يعني الشفافية عشان نبقى فاهمين قيادات البلد. هو إنجازات وزير التعليم، كل إنجازاته في الوزارة من ساعة ما مسك إنه هو كشف تسريب التعليم، تسريب الامتحانات الثانوية، هي دي كل إنجازاته. يعني حضرتك بتعمل فين يا أستاذ سيف؟ بتشتغل إيه حضرتك؟ أنا طبيب. طبيب، يا اهلا بيك يا فندم. يعني انت عارف ان انا يعني عايز اعرف من الاستاذ بشير ايه انجازات سياده وزير التعليم من ساعه ما مسك الوزاره لحد دلوقتي واحنا نمره 139 في التعليم. تمام. بعد اذنك حضرتك جاوبني بما انك مستشار اعلامي لوزاره التعليم. طب ما انا هجاوب حضرتك، لو اديتني فرصه هجاوبك. انت مقتنع الاول يعني كده؟ يعني رديت عليك فيما يخص شغلي في مؤسسه الاهرام، تمام كده؟ خلاص، يعني احنا ما عندناش كلية بتخرج مستشارين إعلاميين للوزارات، فهنا المستشار الإعلامي بيكون ممكن يكون بيعمل في جهة أخرى وينتدب، لكن حضرتك متعين وزارة التربية والتعليم كمستشار إعلامي تحت بند مستشار ذو خبرة عالية ولا يوجد مثيل له. يعني انت حاقد عليا ولا ايه يا استاذ سيف؟ لا مش حاقد على حضرتك. احنا بلد لازم نواجه. استاذ سيف انا عايز اقول لك على حاجة، اي حد بيشتغل في الحكومة اعتقد انه ما عادش فيه رفاهية في اي حد بيشتغل في الحكومة. واللي عايز اقوله لحضرتك ان انا مش واخد ميزات، لا انا ميزاتي في الاهرام كانت اكتر بكتير جدا، وزمايلي في الاهرام عارفين الكلام ده، وكنت اتمنى ان حضرتك تكون قريب مني شويه، بس حضرتك يبدو انك عارفني كويس جدا. انا مميزاتي في الاهرام المادية اكتر بكتير جدا، واي حد من رئيس الجمهورية لاصغر موظف في الوزارة يتحمل مسؤولية انا مشفق عليه ويجب ان حضرتك تشفق عليه. حضرتك بتتكلم عن الفساد في وزاره التربيه والتعليم، ولو حضرتك متابعنا من الاول كنت سمعت ان انا قلت في 800 قضيه فساد حولها وزير التربيه والتعليم. حضرتك بتسال عن انجازاته، يعني اتمنى يعني لو وقت البرنامج يسمح كنت هقول لحضرتك ان ما قيل عن التسريب هذا العام ده انجازات الوزاره، التسريب ما قيل عن التسريب هذا العام ده انجازات الوزاره. ولو حضرتك اكيد متابع بما انك عارف ان انا في مؤسسه الاهرام، برضه بوحيل حضرتك لبيان رئيس مجلس الوزراء وبيان وزاره الداخليه ان التسريب من سنين. برضه لو حضرتك متابعنا كنت تابعت كلامنا عن المناهج وازاي بيتم تطوير المناهج وهتطبق من العام القادم ان شاء الله. اتمنى يا استاذ سيف ان حضرتك يعني تتابع ايه اللي بيحصل في وزاره التربيه والتعليم، تطوير المناهج اتكلمنا عليه، الكثافه اتكلمنا عليها، اتمنى ان يكون عندك فكره للتطوير، واتمنى يكون عندك افكار لولادي وولاد حضرتك ننهض بيهم ازاي. وحضرتك بتقول في خلل في المجتمع اساسا، وانت واحد من المجتمع، تعالى كلنا ننهض، ما تشغلش بالك انا باخد مرتبي ولا ما باخدش مرتبي، لان انا تاكد ان مفيش حد دلوقتي بياخد اللي حقه بالظبط. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ بشير، وبشكرك يا دكتور سيف او استاذ سيف. ناخد ناديه مش كده؟ استاذه ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه منى؟ يا اهلا بيكي يا حبيبتي، صباح الفل. صباح الخير عليك. لو سمحتي والله انا ليا سؤالين للاستاذ اللي مع حضرتك. استاذ بشير اتفضلي. انا ليا سؤالين للاستاذ اللي مع حضرتك. اتفضلي. بنتي كانت من 30,000 معلم وطلعت في الاحتياطي. ايه؟ ودلوقتي المدرسه طالبه بمسابقه. راحت تسال يا استاذه منى قالوا لها ما فيش الكلام ده، احنا هناخد من 30,000 معلم. بنتك كانت من ال 30,000 معلم وبعدين طلعت من الاحتياطي مش كده؟ هي في الاحتياطي. اي حبيبتي. راحت تسال في المديريه قالوا لها ايوه حبيبتي.
ايوه راحت تسال في المديريه قالوا لها ايه بقى؟ قالوا لها احنا هناخد من 30,000 معلم. ماشي مش من الاحتياطي يعني. في خلاص ماشي أيوة. ماشي يا استاذه نادية. طيب عادي في مدرسه ابنها في اللغه العربيه وراحت للمديره قالت لها احنا ما بناخدش عقود. راحت للمديره قالت لها احنا ما بناخدش عقود. عقود مع ان حضرتك هي معاها معاها اولاد وبتشتغل في المدارس الخاصه ب 500 جنيه. ولا عندها اجازه ولا عندها اذن لو ابنها عيان ما تقدرش تنزل تديله الدكتور. ماشي ماشي يا استاذه نادية. حاضر ما تقدرش تنزل له. حاضر يا استاذه ناديه هنسالك حالا دلوقتي في النقطه دي بس ناخد ميسه كمان يا استاذه ميسه. صباح الخير. صباح النور حبيبتي اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بحييكي على ان بتتكلموا في حاجات مهمه جدا. ربنا يكرمك. بس من ضمن الحاجات حضرتك في مشكله الجداول الولاد عندي ظهرهم بيتكسر من الجدول لان ما بيحددوش الجدول خالص. الشنطه. بالظبط كده. يعني يدوهم اسبوع وبعد كده يقول لا الجدول اتغير هاتوا الكتب كلها. حاضر. يا اما الطفل يتجازى. حاضر. تاني حاضر. حاجه في مش عارفه الكتب الخارجيه دي مش عارفه يعني هلاقي لان احنا بنجيب كتب خارجيه وبنجيب كتب المدرسه. حاضر حاضر يا ميسه حالا يا استاذه ميسه دلوقتي. حاضر. مين يا شباب وبعدين ناخد بريك بقى نجاوب. مين؟ استاذ وليد. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. حضرتك طيبه. حضرتك طيب يا رب والصحه والسلامه. اولا ربنا ينفع بيك الناس وسلامي للاستاذ بشير. شكرا ليك. اتفضل. بشير بيه بعد اذنك ليا بس اتصال. انا مدرس مساعد في اداره برج العرب التعليميه. اهلا بيك. طلع لنا قرار تثبيت 1/9 اللي فات اللي هو 1/9. وبعدين طبعا انا علشان خاطر ما كانش معايا تربوي فطبعا قالوا لي لازم تجيب التربوي فبعد 3 شهور من تثبيت الناس اللي معايا انا خدت التربوي ورحت وديته لشؤون العاملين قال لي خلاص ماشي القرار بتاعك هيجي وبتاع ولحد دلوقتي من السنه اللي فاتت لحد النهارده ما جانيش اي خبر ان انا طبعا حاولت على المواصلات. صقر وانا هتواصل معاك. استاذ بشير. طيب اشكرك يا استاذ وليد. تحب ترد عليه؟ سيب تليفونه مع الاستاذ وانا هتواصل. طيب استاذ وليد هتسيب تليفونك لو سمحت. بشكرك. استاذ محمد الشرقيه اتفضل. الو اتفضل يا فندم. حضرتك انا مشتول السوق الشرقيه. مين يا فندم؟ انا اسفه. مشتول السوق. مشتول السوق الشرقيه. حضرتك الشرقيه اتفضل يا فندم. اداره مشتول السوق. اتفضل يا فندم. عندنا مدرسه حضرتك الطلبه بتوع اولى اعدادي وثانيه اعدادي كلهم سقطوا. كل الطلبه سقطوا؟ بعيد السنه. عشان مدير المدرسه مصر بالمدرسين وبيدي دروس وهميه وبياخد فلوس ما بيروحهاش والطلبه كلها بتقيل. فين الوزير وفين الرقابه؟ بعتوا شكاوى يا فندم لمديريه التعليم عندكم او حاجه؟ احنا رحنا الاداره التعليميه حضرتك كلها ومدير الاداره حولنا للشؤون القانونيه واللي تم ان هم نقلوا المدير مدرسه ثانيه عشان الفساد يستمر زي ما هو. طيب المدير اتنقل مدرسه ثانيه حضرتك. اتنقل مدرسه ثانيه يعني. وانا نادي. طيب يا استاذ محمد انا بشكرك. حاضر. مين يا شباب؟ استاذه ناديه من اسيوط بقى اتفضلي. استاذه ناديه معلش. مين؟ طب نادية معانا؟ استاذة نادية معانا؟ طب احنا بس هناخد معلش هدنة كده نرد على الناس كلها. اولا استاذ محمد من الشرقية ده غريبة قوي السنتين كاملين يسقطوا كله سقوط بسبب انه مدير المدرسة مدرسة كاملة تسقط؟ فين دي؟ انا اول مرة اسمع عنها. بس يعني انا طالب ده تواصل معاه دلوقتي اشوف مدرسة كاملة تسقط ازاي؟ ما هو انا مش عارف. وبيقول لك قدموا شكوى وراحوا قدموا شكوى كل اللي حصل لمدير المدرسة اتنقل من مكان لمكان. لا طبعا. لا انا قصة صعبة شوية جداً ممكن جداً. يكون في سوء تفاهم او حاجة مش عارف.
في سوء فهم مني انا شخصيا او المعلومه اتنقلت لنا غلط. طيب يا استاذ محمد برضو اصل بما ان هو حضرتك مشاهد كريم وتعبت نفسك واتصلت وبقالك كتير معانا على التليفون اكيد في اصل للمشكله بس يمكن في حاجه لان ما سمعناهاش الصراحه كانت اتكتبت حتى في الجرايد او كامله تسقط عشان الدرس يعني طيب صعب قوي. كلمنا تاني يا استاذ محمد بعد اذنك وسيب رقمك برضو مع زمايلي. موضوع الشنطه ده عجبني جدا قوي. ده احنا لغايه دلوقتي الجيل بتاعنا مقصره في شنطه المدرسه واحنا صغيرين. انا أيوه. انا بشكرها لان دي افكار لان التعليم مهمتنا كلنا هادفه. الافكار دي هادفه حلوه جدا يعني انا اتمنى الاستاذ سيف يكون سامعنا دلوقتي يطرح فكره زي كده نطرح افكار نفعلها في الوزاره. ما قال لك دكتور سيف بقى مش استاذ سيف. دكتور سيف انا اسف دكتور أيوه. سيف يطرح افكار نفعلها يعني فكرة الشنطة دي عبقرية جدا ولذلك انا هاخدها اروح بها للوزارة دلوقتي. طب ما يا فندم احنا بقالنا مليون سنة عارفين ان شنطة المدرسة على الولاد رهيبة. حلو جدا خلينا نبحث عن آلية نخفف الشنطة دي ازاي دلوقتي نخفف الشنطة ازاي. اصل من كام سنة اتكلموا في الموضوع ده واتفقوا ان كل المدرسين هيقولوا للطلبة تاني يوم يجيبوا معاهم ايه. لا بقالهم سنة او سنتين دلوقتي القصة دي مش خلينا في الدماغ. مع بعض. مش في الدماغ. من ناحيتك واحنا من ناحيتنا نجرب مع بعض نشوف حل ده. طب نعمل ايه؟ ما انا بقول لك خلينا نشوف حل ده نطرحها في الوزارة. نخفف ازاي الشنطه نخففها ازاي وحضرتك هاتي افكار زي دي وحد يكون عنده برضو حل الفكره زي كده نخفف الشنطه ازاي نشوف ده افكار حلوه تسري المساله تسرينا احنا كبرنامج وتسري افكار وزاره التربيه. ايه المشكله زي ما في العالم كله بيحصل كان احنا بيتقال لنا بما ان انا يعني ما دخلتش مدرسه في مصر عمري انا درست بره كان بيتقال لنا بكره تيجوا جايبين معاكم 1 2 3 4 حلو. بس الموضوع بسيط. خسرت كتير انك ما اتعلمتيش في مصر ده رقم المدرسه في مصر خسرت كتير جدا. اوكي الحاجه الثانيه ان احنا هندور فعلا لسوء حظي ما دخلتش مدرسه في مصر هندور فعلا على اليه لان نخف الجدول ازاي ارجوك. الشيء الثاني ان احنا هيكون عندنا بدايه من العام القادم تفعيل للانشطه نفسها الانشطه هتبقى 30% انشطه ولذلك الشنطه هتخف شويه لان كنا بنعمل ايه قبل كده في المدارس حصه التربيه الرياضيه ناخدها كيمياء فلازم تجيب كتاب الكيمياء انت ما عندكش بكره كيمياء لازم تجيب كتاب الكيمياء حصه الرسم لا هناخدها ما اعرفش عربي فلازم تجيب كتب العربي فكده كده تفعيل الانشطه هيكون السنه دي هيخف الشنطه طيب. بعض الشيء طيب ماشي. الكتب الخارجيه يعني السنه دي ان شاء الله في وزاره التربيه والتعليم احنا هنستغنى اعتقد قطاع كبير جدا هيستغنى عن الكتب الخارجيه هيشوف كتاب مختلف هيشوف منهج مختلف. الشيء الثاني ان انا يا رب نقدر نعمل المناهج كلها من خلال قناه على اليوتيوب لوزاره التربيه والتعليم وده اللي انا بسعى فيه دلوقتي وان شاء الله ناخد الموافقه تكون فيها الاساتذه كلهم اللي كانوا موجودين في السناتر اللي ان شاء الله مش هنشوفها السنه دي تمام سناتر دروس خصوصيه كل الاساتذه اللي كانوا موجودين وكبار المتخصصين والاساتذه الكبار دول ان شاء الله يكونوا موجودين من خلال سيدهايا تعملها وزاره التربيه والتعليم دروس او من خلال قناه على اليوتيوب ان شاء الله تطلع باذن الله وتكون وتكون فعال. قبل ما ادخل في موضوع دروس الخصوصيه كان اخر بس سؤال ما عندنا من منى من بورسعيد كانت بتتكلم على تعليم الكبار. تعليم الكبار لا خليني اسال بعد اذن حضرتك اشوف الكتب هي متاخره عليكم ليه والمفروض تعملها وبكره يكون عند حضرتك رد طب يا ريت بكره ماشي خلاص ان شاء الله. الدروس الخصوصيه وداني كده طرطقت لما سمعت كلمه السناتر اللي مش هيكون ليها وجود السنه الجايه ولذلك من هنا هنقدر من صباح دريم هنقدر انا بقول هنقدر طبعا ان شاء الله بنقول لاولياء الامور من صباح دريم من هنا ارجوكم ما تستعجلوش وتروحوا تدفعوا فلوس مقدم للدروس الخصوصيه في السناتر لان مش هيكون في سناتر السنه دي وبقول للطلبه ركزوا اكتر خلي بالك يا استاذه منى هل تعلمي ان اغلب الاوائل في الثانويه العامه من الاقاليم ما عندهمش سناتر 90% و95% من اوائل الثانويه العامه امال ليه يا فندم اولياء الامور سيبك من الطلبه بقى اولياء الامور نفسهم ليه عندهم شبه يقين ان السناتر دي هي المكمل في العمليه التعليميه خلاص بقت عاده احنا بنشتكي ان ان ان, إن الفصل انا لو فتحت تليفونات دلوقتي بس على موضوع السناتر طبعًا ده كل الاولياء الامور هيدخلوا دلوقتي يقول لك يعني هو كانوا مدرسين بيدرسوا صح في المدارس وبيحترموا الدروس عشان كده عشان تمنعونا من السناتر عشان كده ما انا هقول لك كمان متركبه كلها على بعضها انا بقول لك انا بقول لاولياء الامور ما تستعجلوش تروحوا تدفعوا فلوس للسناتر لان مش هيكون موجود في سناتر وعايز اقول انه
المدرس نفسه كمان هيبقى شكله متغير السنه دي ان شاء الله. شكل المدرس متغير ازاي؟ كل هتغير ازاي؟ لا شكله في الاداء مش شكله هيئته. تمام تمام. شكله في الاداء هيكون متغير. هيبذل مجهود لان اللي هيبذل مجهود هيساب واللي مش هيبذل مجهود هيعاقب. هتقاس ازاي؟ نعم هتقاس ازاي؟ لا هتقاس ازاي؟ تعالي شوفي المدير المديريات على مستوى الجمهوريه شغالين ازاي دلوقتي والتعليمات اللي بتروح لهم ايه. السنه دي ان شاء الله هيكون الوضع مختلف تماما حتى فيما يخص ثالثه ثانوي الوضع هيكون مختلف. طيب هاخد بس مثال صغير. مدرسه 1 2 3 الحكومه اللي فيها 85 طالب في الفصل اللي في مش عارفه قريه ايه في الجيزه. حلو هعمل تفتيش عليها. خليني اخد من كلام انا بضرب مثلا 85 طالب. طيب اذا كنا احنا رافضين 85 طالب في الفصل والمدرس هيدخل يشرح ازاي لما تلاقي فيه 500 طالب في السنتر؟ 500 طالب ولا 1000 طالب في السنتر الحصه بتوصل 200000 جنيه. 1000 طالب في 200 جنيه ده شفتها بعين. طب لما يكون 1000 طالب في سنتر في اوضه وصاله ومدرس واقف قدامهم وترمي الابره تسمع صوتها واحنا بنقول ان الكثافه في الفصول 85 طالب، امال هنا ليه ملتزم الطالب وفي المدرسه مش ملتزم؟ ليه؟ عشان هنا هياخد فلوس. عندي بديل تاني عشان كمان. عشان هنا هياخد فلوس يا استاذ بشير. مين؟ المدرس. انا بتكلم على الطالب. بتكلم على الطالب. طالب ساكت هنا ليه؟ طالب. واقف. لا انا بتكلم على المدرس. شيء تاني. بيروح هنا في اون تايم ليه؟ وبيحترم جدوله. حلو جدا. وما بيدخلش هنا الفصل ليه؟ فساد. انا بقول لك اهو فساد. ما عشان كده بقول لك هتقدروا. هنقدر طبعا. هنقدر بيك وبينا كلنا هنقدر. اللي عايز اقوله لك ان انا عندي بديل كمان للدروس الخصوصيه. طيب. بديل مجموعات التقويم. لا هنا ما فيهاش. استناني لحظة، هنا لازم ناخدها على بعضها. قولي. عشان تبقى وصلت لأولياء الأمور يبقى الرسالة وصلت. اتفضل. عندنا مجموعات تقوية داخل المدارس. مجموعات تقوية دي برضو شكلها جديد. مجموعات تقوية المجموعة مش هتزيد عن 25 طالب. 25 طالب، أنا طالب في ثانوية وعايز أدخل مجموعة تقوية عشان أستغنى عن الدروس الخصوصية. أنا بشوف المدرس اللي أنا مستريح له. لو موجود في المدرسة دي بدخل أسجل اسمي. لو مش موجود في المدرسه دي بشوف في اي مدرسه وبروح المدرسه الثانيه وبسجل اسمي. يعني مش لازم اخد خالص. الدرس التقويه في المدرسه اللي انا فيها خالص. انا بختار المدرس اللي انا عايزه فين. يعني مبدا السناتر بالظبط. مبدا السنترز. اذا كنا احنا بقى عايزين ندفع فلوس لان احنا معانا فلوس فده شيء ثاني. السناتر لا تربيه فيها ولا تعليم. السناتر قلت كلمه خطيره. ما حدش يروح يدفع فلوس لسنتر من دلوقتي لأن علشان في ضبطيه قضائيه هتتقفل. في ضبطيه قضائيه. هل تعلمي ان جزء من الحمل على الوزاره اللي هم اصحاب السناتر شبكه عنكبوتيه ربما يكون فيهم ناس مسؤولين بيتبعوا الوزاره في اي قطاع من قطاعات وزاره التربيه والتعليم في الاقاليم او في القاهره او في الجيزه لان بزنس عالي جدا. لما حصه توصل 2 مليون جنيه انتوا في معلومات عندكم؟ معلومات ايه؟ في اي معلومه عندك؟ اصل في ثقه كده وحضرتك بتقول انه ربما يكون فيهم ناس ينتموا لمنظومه التربيه. لا ده انا دي حاجات بشوفها في المواقع وحاجات زي كده فانا بقول ربما. يا استاذ بشير حضرتك معلوماتك مش هتبقى من المواقع. في اي تحريات او تحقيقات قالت ان في ناس متورطه في انا بقول ربما. ده انا واخد معلومات من فريق الاعداد بتاع حضرتك دلوقتي خدت بالك؟ فانا بقول ربما. ماشي. فمفيش حد يدفع. طيب. السناتر يا جماعه لا تربيه فيها ولا تعليم. هي بتعلم مهارات الاجابه على الامتحان. طب تاني عشان نقفل الحته دي. وهيبقى الطالب دلوقتي في دروس التقويه ده الكلام ده من العام الدراسي اللي هيبدا ان شاء الله. طبعا دروس التقويه دي هتبقى اكثر كفاءه والطالب هيبقى نفس مبدا السنتر انه من حقه يختار المدرس اللي هو عايزه المدرس في المدرسة, أي مدرسة اللي هو عايزها ان شاء الله يكون في مركز تاني. يعني لو انا في محافظه الشرقيه ومركزي مثلا اولاد صقر لو في واحد في كف صقر روح له كف صقر عادي جدا. انا بختار المدرس اللي انا عايزه. انت محتاج ايه الطالب محتاج ايه اكتر من كده؟ انك عايز المدرس انت عايز تفضل المدرس اهو. طب المدرس تقاعس هو ده بقى ده دورنا احنا بقى ودورك ودورنا كلنا. اي شكوى تيجي بتحال الينا بنشوف اذا الطالب ما خدش حقه يبقى له الحق انه يروح سنتر بعد كده. طيب اسمح لي بمناسبه الكلام اللي هندخل فيه في الجزء القادم من حوارنا على موضوع بقى قرارات امبارح واول امبارح 70% معارف 30% انشطه فعايزين يكون معانا على التليفون الاستاذ هشام السنجاري وكيل اول وزاره التربيه والتعليم ورئيس قطاع الخدمات والانشطه. معانا دلوقتي هو معانا معانا دلوقتي. صباح الخير يا استاذ هشام. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بحضرتكم كل المشاهدين والاستاذ بشير. ازاي نقدر نتطلع او بتشتغلوا على ايه دلوقتي بحيث يكون للانشطه اللي هي اكيد من شانها زياده كفاءه الطالب البدنيه والعقليه والنفسيه وكل حاجه يكون في كفاءه ليها اعلى في ابتداء من العام الدراسي المقبل ان شاء الله، ايه اللي هيحصل؟ هو باذن الله يعني اسمحي لي بس اعدل عباره بسيطه جدا انه طيب. مش ايه اللي هيحصل، ايه اللي حصل؟ طيب. نحن نتحدث عن ما حدث في 2015 2016 ما حسناش بيه يا استاذ هشام، واولياء الامور ما حسوش بيه بمنتهى الصراحه. طب انا هقول لحضرتك ارقام واماكن ومسابقات تمت في 2015 2016 ابتدى مره اخرى الاهتمام بالانشطه، واللي قلتيه حضرتك مكون تربوي هام هو الاساس اللي معالي الدكتور الوزير بيركز عليه. العملية التربوية تنقسم إلى مادة تعليمية وأنشطة. نسبة 70-30 دي نسبة عالمية، بلد واحدة قدرت تغير ده 50-50 اسمها اليابان. 50 تعليم و 50 أنشطة. على مدار السنة كان في اهتمام بكافة مناحي الأنشطة، ولاحظي حضرتك إن كنا في عودة من نومة كبيرة وفترة تعرضت لها البلاد على مدار أربع أو خمس سنين، لكن كان في تركيز سنتين كان فيهم إيه؟ يكفي أقول لحضرتك إن هذا العام تم إعادة مسارح مدرسية كانت تستخدم كمخازن. في بعض الأحيان كانت مغلقة واللي موجود فيها مجموعة من الحشرات، أكثر من 1700 مسرح وقاعة نشاط تم إعادتهم للخدمة هذا العام. كام يا فندم؟ كام؟ أكثر من 1700 مسرح، مسارح موجودة وتم إعادة افتتاحها، ولا نتحدث عن القاهرة والجيزة فقط بل نتحدث عن 27 محافظة على مستوى المديريات ومتابعة من الوزارة ومن معالي الدكتور الوزير شخصياً. كمان اهتمام بالأنشطة بصورة عامة، ولا نعني بالأنشطة فقط النشاط الرياضي، لكن نشاط رياضي، نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي وفني، نشاط المكتبات. السنة دي كان في تعاونات مع أكثر من جهة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة أمددنا بخمسين ألف كتاب مجانا بالتعاون ما بين الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة وتم توزيعها على المكتبات المدرسية. صندوق التنمية الثقافية دنا 17600 كتاب، بنتعاون مع جهات من الجهات الخاصه من المكتبات ودور النشر فيما يتعلق بالتزويد، اضافه الى التزويد المركزي اللي موجود من ميزانيه الوزاره. نتج عن ده ايه حضرتك؟ في برضه اتحدث عن 2015 2016 بما فيها ما نحن فيه الان الانشطه الصيفيه. كان عندنا مجموعه مسابقات على سبيل المثال مسابقه اسمها مسابقه النيل مستقبلنا، دي بالتعاون مع وزاره الموارد المائيه والري. مجالات حضرتك الرسم، الالبومات، الابداع الفني، المقال، البحث، عند حضرتك الرسم التوضيحي، دول فاز بيها الطلاب، ودي كانت برعايه او بالاشتراك مع وزاره الدوله للموارد المائيه والري من مختلف محافظات الجمهوريه. امامي بيان بس وقت حضرتك طبعا ما يتسعش للمحافظات، تجد ان بين العبد مكرم منها. معالي الدكتور الوزير اول امبارح شهدت اروقه وزاره التربيه والتعليم تكريم كان عنوان الاحتفال كده، تكريم المتفوقين في الانشطه. تم تكريم 116 طالب برعايه معالي الدكتور الوزير بنفسه، على اساس هؤلاء الابناء حينما نشجعهم طلبنا من اولياء الامور ايديكم في ايدينا، وده استمرار اللي حضرتك كنت بتقوليه مع الاستاذ بشير فيما يتعلق بالدروس الخصوصيه. لن تنجح وزاره التربيه والتعليم بمفردها، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني كاي وزاره خدميه تخدم مجتمع، فعلى المجتمع ان يضع ايده في ايدها. نتعاون معانا يشجع ابنه لما يتعلق بالانشطه. عند حضرتك احنا عندنا مسابقات دولية ومحلية، اتحدث ايضا ولا اعيد ولكني اؤكد على ان دي تمت في 2015-2016. طيب. عايز بس اقول لحضرتك وللسادة المشاهدين عناوين هذه المسابقات واماكنها. مجال تحلية المياه في الهندسة البيئية، دي كان عندنا اثنين من الصف الثاني والثانوي من محافظة بني سويف والأليوبية، دول خدوا المركز الثاني على مستوى العالم، ودول من مدارسنا اللي تم تدعمها مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. مجال علوم الارض والبيئه موجود عندهم تحليه المياه المدمج بالتقنيه فائقه التوصيل. عندنا المراكز الاستكشافيه للعلوم 51 مركز على مستوى الجمهوريه كانت عباره عن حجرات موجوده في مدارس.
تم إعادة الحياة ليها. قد لا نكون وصلنا إلى 100% من النجاح، ولكن أكيد لدينا خطوات للبداية. لا هو إحنا أكيد ما وصلناش ل 100% من النجاح، ولكن لو ماشيين بهذه الخطوات الثابتة وعندنا استراتيجي وفاهمين إحنا عايزين إزاي نوعي الطلبة ونفهمهم ونخلق منظومة جديدة بتقول إنه النشاط المدرسي ده لا يقل أهمية أبدا عن الدراسة والاستيعاب والتحصيل الدراسي، فده في حد ذاته أعتقد إنه إنجاز هائل. هستأذن يعني معاك في دقيقة، وأنا عارف إن وقتك شديد. إحنا وقتنا انتهى يا أستاذ هشام، أنا بعتذر. طيب يعني أنا بقول لحضرتك إن إحنا دي قضيتنا الأساسية من أول معالي الدكتور الوزير إلى أصغر عامل يعمل في هذه المنظومة. كل مجالاتنا في الأنشطة مفعلة، موجود دلوقتي الأنشطة الصيفية، أملي حضرتك في أي وقت وسعيد جدا بده نسقه معايا. حاضر. لأي زيارة الأنشطة الصيفية موجودة لغاية يوم 15/9 خلال شهر رمضان، موجودة بعديها، والكاميرا هي أصدق تعبير عن هذا. حاضر. إيدينا في إيديكو، لأن الإعلام وأي بيئة خدمية هو ده اللي هينجح هذه المنظومة. اعتبر صباح دريم، اعتبر من دلوقتي بإذن الله لو لينا عمر صباح دريم إن شاء الله هيكون مع حضرتك في أول جولة ننزلها كده مع بعض ونشوف بجد على أرض الواقع الأنشطة دي إزاي. بس عايزين نروح مدارس، يعني انا عارفه انه ممكن يبقى صعب شويه اللي هقوله ده، بس نفسي اروح مدرسه احس انه ما فيهاش تجهيزات كبيره قوي. عايزه اروح القطاع الاكبر من مدارسنا البسيطه، الفصول اللي فيها المكسره، يعني عايزه اروح مدارسنا العاديه، المسارح اللي لسه مش فخمه ومعموله متجهزه كويس قوي. عايزه اشوف الحاله الطبيعيه اللي اغلب مدارسنا فيها. هو ردا على ده ندعو حضرتك تختاري الإدارة التعليمية اللي تناسبك من 27 محافظة. حاضر. ونبتدي نشوف فيها قد لا يكون عندنا في جميع المدارس أندية صيفية، لكن على الأقل في كل إدارة من 2 إلى 3 نادي على مدار اليوم، التنسيق بيننا وبين بعض، وده شيء يسعدنا. إيديكم في إيدينا زي ما قلنا رسالة. حاضر. لإخواننا أولياء الأمور يا دكتور رضا. حاضر يا أستاذ هشام. حاضر حاضر. خلاص استاذنك ان شاء الله هنكون مع حضرتك. بشكرك جزيل الشكر استاذ هشام، وثواني نشوف الضيف اللي معانا على الهواء اللي رفع الموبايل وبيتكلم ده. دكتور رضا حجازي، دكتور رضا زمايلنا في صباح دريم هيكلموا حضرتك دلوقتي علشان تشرح اجتماع نتائج الاجتماع المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي والغاء نظام الترم. ايوه، لان ده عامل فيه لبس عند بعض اولياء الامور. فحضرتك إيه؟ هستاذنك، ناس كانت هتتعرض لمظاهرات دلوقتي وتدخل معانا على الهواء. يلا يا دكتور ناخد دكتور رضا حجازي. يا شباب معانا اول ما التليفون يجهز بس قولوا لي، لانه احنا في عايز اقول لك طوابير من اولياء الامور كانوا ناويين يجوا لك على بيم استوديوهات دريم هنا. انت حر بقى. لا موضوع الميد ترم ده عايزين بس نفهم. لا هتسمعي شرح دلوقتي. طيب. من الدكتور رضا. طيب اعتقد انه يعني هيحظى الموضوع، هيحظى باعجابكم وباعجاب اولياء الامور. طب نتمنى ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى لغايه ما ناخد اتصال استاذ الدكتور رضا. احنا اتكلمنا خلاص في التكدس وسوء التوزيع، قلت لي هتعملوا فيه ايه تاني بما انه احنا كل ما نروح لمشكله ونرجع نلاقي سوء توزيع المدرسين. احنا عندنا زياده في اعداد المدرسين على مستوى الجمهوريه. تمام. لكن اعضاء مجلس الشعب زمان ما اتكلمش دلوقتي عشان بس ما نتفهمش خطا. او مسؤول في مكان ما بالواسطه بيروح ينقل سين او صاد من 10 كيلو بعيد عن المدرسه بينقله جنب بيته، ده عمل تكدس في بعض الاماكن وعمل فراغ في أماكن أخرى. لذلك بيعاد عمليات التوزيع على مستوى الجمهورية. إن شاء الله تلمسيه في العام الدراسي القادم فعلا. بس طيب. محدش يزعل. هناخد شكاوى كتير جدا وهتلقى شكاوى كتير جدا. بس إذا كنا عايزين فعلا ننهض بالتعليم كل واحد يقوم بدوره. يعني هل مثلا ممكن نتخيل انه في يوم من الايام مثلا حضراتكم طالعين بتقولوا مثلا انه الساده النواب واحد فلان وفلان وفلان، لو سمحتوا كفوا ايديكم عن الوسائط اللي بتطلبوها عشان تنقلوا مدرسين من مكان لمكان، لان ده بيتظلم قصاده اعداد قد كده من المدرسين. انا اقول وقلت هناك احد النواب اللي موجودين دلوقتي مع احترام وتقديري لمصلحه شخصيه مع احد اصحاب المدارس الخاصه، راح وهدد وكيلة الوزارة في الجيزة، وهذا النائب المحترم يشن هجوم على وزير التربية والتعليم دلوقتي. نقدر نقول مين؟ هقول لك بعد الهوا مين. ليه بعد الهوا؟ النائب محمد الحسين، أرجوه يتصلوا بيه دلوقتي. طب نحاول يا جماعة نوصل للنائب محمد الحسيني، معقول؟ آه طبعًا. يعني أنا عايز اللي يتكلم عن التعليم يتكلم عن التعليم، يقول في خلل في 1 2 3 4، لكن
انك تروح لوكيله الوزاره في الجيزه وتهددها وتقول لو ما عملتيش لصاحب المدرسه دي كذا او كذا او كذا انا هعمل واسوي، وتطلع تاني يوم تهاجم الوزير. لا يعني خلينا كل واحد يشتغل صح وكل واحد يأدي دوره في البلد دي. طيب. اذا كنا عايزين ننهض. طب لو سمحتوا شباب نوصل للنائب محمد الحسيني. وخلينا قبل ما ناخد بس دكتور رضا حجازي معلش، عشان انا معايا تليفون بقاله كتير جدا في انتظار يعمل مداخله مع حضرتك. هو مدرس في احد السنترز او السناتر صح كده يا شباب؟ اسمه استاذ عمر، استاذ عمر حامد. صباح الخير يا استاذ عمر. صباح الخير يا استاذه منى. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ بشير. صباح الخير يا فندم. انا بقول لحضرتك سنه وانت طيب وسنه سعيده على حضرتك. وحضرتك طيب ربنا يخليك. انا هتكلم في ثلاث نقط بس مش اكتر استاذ بشير. اتفضل يا فندم. هو انا لو شغال في سنتر بعد المدرسه اللي يدير وزاره التربيه والتعليم؟ تمام اتفضل كمل. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية هنتكلم فيها بلغة كمية يا أستاذ بشير، لأنها لغة أدق من اللغة الكيفية. إيه؟ أنا هنتكلم بلغة كمية دقيقة يعني. لغة علمية دقيقة. عندنا على مستوى الجمهورية 90,000 سنتر. لو كل سنتر يا أستاذ بشير في 5 شباب بيشتغلوا بقى عندنا 500,000 عاطل. ده أنا بعمل تعليم موازي. وزارة موازية كده يا استاذ بشير. ما تقولش كلامي بعد اذن حضرتك اخلص مكالمتي وما تقولش كلامي من وجهة نظرك. حاضر. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. انا كمل حضرتك كلامي. احنا بنتكلم على سلبيات وبنتكلم على ايجابيات. اتفضل يا باشا. يعني كلام وزارة التربية والتعليم على راسنا من فوق، ضبطية قضائية على راسنا من فوق، كل حاجة الدولة لما تاخد قرار احنا والناس هنقول انما مش تعليم موازي. انا بتكلم في 500,000 عاطل، ده لو كان السنتر بيشتغل فيه 5 في سناتر بيشتغل فيها 16 و20 واحد. تمام. النقطة الثالثة إيه يا فندم؟ وصلت. النقطة الثالثة حضرتك اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة إن أنا ممكن أدخل الدولة حضرتك إن خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من 15 مليار تتحط في صندوق. الصندوق ده يفيد التربية والتعليم من خلال السناتر مش التعليم الموازي اللي بيقول عليه الأستاذ بشير. إزاي بقى؟ لا إزاي ده مش هينفع في التليفون حضرتك أنت كده نطرح أفكار. أنا أقدر أدخل في السنة الواحدة 15 مليار. إحنا بنصرف على الدروس الخصوصية كل سنة 17 مليار. طب أنا بشكرك يا أستاذ عمر ونسمع تمام، أنا بشكرك يا أستاذ عمر ونسمع رد أستاذ بشير. النقطة الأولانية، إيه اللي يضايق الدولة لو السناتر دي بتشتغل بعد انتهاء الساعات الدراسية؟ لأن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا لو رحتي سنتر الصبح كان بيدو الساعة 5 الصبح، ورحتي سنتر الساعة 10 الصبح هتلاقي مدرس، ولو رحت الساعة 11 هتلاقي مدرس. المدرس ده انا بدخل السنتر ده، هل السنتر ده المدرس اللي فيه بيتبع الحكومة ولا لا؟ يعني ده توقيت عمله ولا لا؟ تمام. ما نقدرش نحكمها؟ هتلاقيها. ما نقدرش نحكمها؟ نحكمها بإيه؟ ما نقدرش نحكم انه ما فيش سنتر يتفتح ولا مدرس يكون متواجد داخل سنتر الا بعد انتهاء ساعات الدراسة؟ لا، ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا، احنا السناتر بتبدا، اقول لك على حاجة، تتعامل مع ده بيبقوا يقولوا الله اصلا الولاد هيروحوا المدرسه هيعطلوا نفسهم عندهم مدرسه الساعه 9 الصبح في السنتر. فانا كده بعمل لا في انا عايز اقول لحضرتك يعني خلينا مع بعض كلنا لما هنقفل. حاضر حاضر، بس عشان دي نقط انا واثقه انها دلوقتي على دماغ في بال ال 90,000 صاحب سنتر اللي بيتكلم عليهم. لما هنقفل هتلاقي البديل في المدرسه. لو ما لقيناش البديل والنص مليون عاطل. عاطل فين؟ هم اللي في السناتر دول بيشتغلوا يا استاذنا؟ انا مش عارف. انت بتقول لي 5 في كل سنتر بيشتغلوا ايه؟ مدرسين ولا ايه؟ لا بيشتغلوا ايه؟ ما انا عارف. طيب. عايز اعرف يعني. عامل امن، مش عارفه ايه، مدرس، يعني هو ايا كان سنتر بقى. يعني يروح يشتغل في طيب. طيب. طيب ناخد معانا على الهاتف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ايه رايك في الكلام اللي لسه حالا كنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، تعليم موازي وكلام كبير كده طلع؟ ايه رايك حضرتك؟ هو احنا يجب ان يتم التعليم تحت رعايه واشراف ومتابعه وزاره التربيه والتعليم. تمام. واحنا في القرار مجموعات التقويه اذا كنا بنغلق المراكز دروس فاحنا كمان وفرنا طريقه ثانيه بنقول للطالب انت في اي مكان لاي معلم تعالى واحنا نديلك وعلى فكره
هيبقى فيها امان للطالب وطمانينه لينا، وفي نفس الوقت كمان بتكلفه اقل. تمام تمام يا دكتور. لا نعالج خطا بخطا، خلي بال حضرتك. لا نعالج خطا بخطا. طيب سؤالنا لحضرتك يا فندم، علشان بس قولا واحدا، لان احنا من الساعه 9 الصبح وعدين الجمهور صباح دريم يعرف المعلومه الدقيقه بخصوص الغاء امتحانات الميد تيرم وجعلها تطبيق ثلاث اختبارات شهريه. ايه يا فندم الموضوع بالظبط؟ اتفضل. انا اول اصبح الاستاذ بشير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، وعايز اقول لحضرتك ان القرار هو مش اسمه قرار الغاء الميد تيرم، هو اسمه قرار تعديل قرار التقويم الشامل، وده بقالنا 8-9 اشهر بنشتغل عليه في ورش عمل وفي خبراء. ليس وليد اللحظه ان احنا فجاه كده طلعنا قرار، ده في شغل موجود. وعايز اقول ان التقويم يجب ان يكون شامل ومستمر وتعاوني، وان التقويم يجب ان يكون هو التقويم اللي بجد الحقيقي هو اللي بيتم اثناء التعليم والتعلم. نعم. كلها اسس ومبادئ، يعني انا مش جايبها من عندي، دي اسس علميه والابحاث كلها بتؤكد على هذا. والتقويم عمره ما يبقى لقطه او فجاه وبس، يجب ان يكون التقويم مستمر. خلينا نقول عشان اوضحها اكتر، السنه اللي فاتت كان في ايه والسنه دي في ايه بالظبط؟ السنه اللي فاتت كان في 30% 30 درجه، لو اعتبرنا الدرجه من 100. حلو الكلام. 30 درجة أعمال سنة و20 درجة ميد ترم، ونهاية الفصل الدراسي 50 درجة. 30 درجة إيه يا فندم؟ 30 درجة أعمال سنة. أعمال سنة و20 ميد ترم و20 ميد ترم. أدي 50. و50 يمتحنهم في نهاية الفصل الدراسي. تمام. يبقى كده التوتال كام؟ الدرجة الكلية كام؟ 100. 100. حلو الكلام؟ المد ال 20 درجة دول كان الطالب بيمتحنهم في نص في منتصف الفصل الدراسي. تمام. طب لو ومرة واحدة افرض الطالب بقى ما وفقش. ضاعت منه ال 20 درجة. ومعروف كل معروف في الدنيا كلها لما درجة الامتحان يبقى مصيره قوي يبقى في حاجة اسمها قلق الاختبار. تمام طبعا. قلق الاختبار، أنا داخل خايف على 20 درجة، يا يروح يا يجوا. والتقويم بيقول انه يجب ان يكون مستمر. حلو. كل اللي عملناه ان ال 20 بتوع الميد تيرم دول يتوزعوا على الثلاث شهور، بحيث ان الشهر الاولاني يمتحن، طلع ان الولد اداؤه ضعيف او عنده مشكله يصلحها الشهر اللي بعده، وبالتالي يصلحها للشهر اللي بعده. يعني بدل ما يبقى عنده فرصه واحده عشان ياخد ال 20 درجه دول، بقى عنده ثلاث فرص دلوقتي. الله ينور عليك. ايوه كده، بقى عنده ثلاث فرص. تمام. وبعدين في نفس الوقت كمان المعلم ممكن يصلح تدريسه. لما انا لقيت في اداءات وفي اخطاء متكرره عند الولاد، لان الهدف من التقويم البنائي ده او اللي هو بتاع الشهور هو اسمه تقويم بنائي على فكره، بيكشف لي الاخطاء والصعوبات اللي عند الولاد عشان اشخص الصعوبه اللي عندهم، ما استناش في النهايه وامتحن الولاد. فانا هنا كده عملت اريحيه اكتر للولاد. السؤال اللي هساله إيه كمان، القرار عمل ايه بقى؟ ما خلاهمش 50. امال معايا حضرتك؟ امال ايه؟ خليناهم 40. ليه؟ وخلينا، انا هقول لحضرتك، وخلينا على الاختبار بتاع الفصل الدراسي 60. فبقى في ايد المعلم درجه الوقت اقل ولا اكتر من السنه اللي فاتت؟ لا اقل. اقل؟ السنه اللي فاتت كان في ايده 30 و20 يعني 50. السنة دي بقى في ايده 40، بقى المرة دي بقى بعد التعديل بقى في ايده 40. أوزع لك ال 40 ازاي؟ 10 على النشاط المصاحب للمادة. أيوه. وده الولاد بيشتغلوا في عمل تعاوني مع بعض، بيعملوا بحث، بيعملوا مجلة، بيعملوا زيارة، بيعملوا ألبوم حسب طبيعة المادة. تمام. وبياخدوا عليه ال 10 درجات. وده احنا عايزين ولادنا يشتغلوا في جامعات وعمل تعاوني. ده واحد من نواتج التعلم اللي عايزين نعلمها لأولادنا. يا جماعة عمر ما كانت الحكايه ان انا اتنافس على الدرجه واسيب بقيه الشخصيه والجوانب الاخرى. الحاجه الثانيه بقى الشفهي، الولد اللي بيكتب في الامتحان كويس لكن ما بيعرفش يجي يعمل انترفيو، لما يكبر ما يعرفش يخوض الانترفيو ولا يعبر عن نفسه ولا يقدم نفسه، ما ده راجع لان احنا ما حطيناهوش مواقف شفهيه. فلازم يبقى في جزء شفهي الولد يعبر فيه علشان يتعلم التواصل وازاي كوميونيكيشن سكيلز كمان. بالظبط بالظبط. خمس درجات تانية على المواظبة والسلوك. وهنا لن يستطيع المعلم ينقص الطالب درجة في السلوك
الا اذا كانت تحول للجنه الحمايه ولجنه الحمايه وادانه الولد. يعني حتى الخمس درجات دول مش بايد المدرس؟ طبعا بقى عندي نشاط مصاحب مثبت على اداءات لازم يديله درجه عليه لان في برفورم في اداء الولد عامله. طيب الولاد عاملينه سوا. الدرجه الوحيده اللي ممكن تبقى في ايد المعلم هي الخمسه بتوع الشفوي. واختبار حضرتك وفي ضوابط تانية برضو. طيب دكتور حلقة. دكتور رضا انا ممكن استاذنك انه حضرتك ان شاء الله ان شاء الله قريبا تكون معانا في صباح دريم لو سمحت. طب اكمل بعد اذنك لانه الموضوع مهم جدا وعندنا مليون سؤال. اصبح انا الوقت بشتغل بأريح اخلي الولد باريحيه اكتر ولا بحطه تحت ضغط؟ لا الصراحه لا مفيش تعقيدات الصراحه. في مزيد من الضوابط بس بقيت بتحكم بتظبط العمليه اكتر دلوقتي. على فكره القرار عندنا بنود للضوابط والاليات. بالمناسبه قد يتهمنا حد يقول لك انت كده خليت الدروس تزيد. اقول لك على حاجه، الخمسين الاولانيين كان مين اللي بيعملهم؟ المدرس معلم. المدرس خليته هو اللي بيعمله هو برضه بس على 40 بدل 50. فين بقى اللي انا فين بقى يقول لك سلمتنا تسليم للمعلمين اللي انا بثق فيهم؟ على فكره مش المعلمين احنا عندنا عدد كبير، عندنا 1,200,000 معلم في الالف. لما يطلع منهم حبه صغيرين كده لا اعمم ابدا. انا بشكرك يا دكتور رضا جزيل الشكر، ويعني كلامك الحقيقه كان بالنسبه لنا مهم وخطير جدا، بس احنا هنستنى حضرتك في صباح دريم عشان انا واثقه انه في كمان اسئله كتير قوي، والاسبوع الجاي ان شاء الله على طول ممكن نتشرف بوجودك معانا هنا. بشكرك جزيل الشكر دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وبصراحه بعد اللي سمعته ده عفارم زي ما بيقولوا. لو هي متقسمه بالطريقه دي ومعمول حساب كل حاجه بما فيها تفصيله ان المدرس ما نديهوش درجات اكتر في ايديه علشان ما يبقاش برضو اللي كنا بنشتكي منه زمان ان المدرس اللي الطالب ما بيروحلوش ياخد عنده درس خصوصي بينتقم منه فبيشله من درجات السلوك. انا اتمنى ان حضرتك تستضيف الدكتور رضا ان شاء الله الاسبوع الجاي، واتمنى من كل الزملاء الاعلاميين ان هم يشرحوا للناس من خلال الدكتور رضا او من غير الدكتور رضا او من خلال غيره يشرحوا للناس ايه اللي حصل بالفعل، لان اولياء الامور بيوصلهم بعض اولياء الامور بيوصلهم معلومات مغلوطه، وعلشان احنا دلوقتي في حاله من التربص في بعض المتربصين بمصر فبحاولوا يشوشوا من خلال السوشيال ميديا اللي ليها سيئاتها ولها حسناتها برضو، فالسوشيال ميديا شغاله على القرار ده علشان تقليب الناس وبس الفتنه في الراي العام. ارجوكوا ارجعوا واسالوا قبل ما تكتبوا اي تعليق على السوشيال ميديا. اعتقد انه السوشيال ميديا بصراحه شديده جدا للاسف، وده يمكن انطباع عام دلوقتي لدى جموع المصريين، بقت مساوئها اكتر بكتير من مميزاتها للاسف الشديد. انا بشكر حضرتك جدا وبعتذر جدا لرانيا واستاذ احمد ومدام سميره وناس كتيره متصلين، لكن تقدروا تسيبوا اسئلتكم وتقدروا كمان تبعتوا لنا على بتقول كذا 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 الحاجات اللي هو ده اللي كان الحاجات الكويسه دي هو ده الفخمه دي هو ده اللي كان الدكتور رضا بيتكلم عنه دلوقتي، وهو ده اللي كان الاستاذ هشام السنجاري بيتكلم عنه دلوقتي. تمام. ارجوكي بتمنى ان حضرتك تفردي مساحه اكبر، وبتمنى من زماننا تفردوا مساحه اكبر لان برنامجكم يعطي البسمه يعطي الامل يعطي الفرحه للناس يعطي امل في بكره الامل في بكره في التعليم، فانتوا تفردوا مساحه اكبر للتعليم، وانا واثق ان انتوا هتريحوا ناس كتير جدا بتبحث عن اجابات لاسئله اعتقد هتلاقي عندكم لو عملتوا ده الفتره اللي جايه. انا بكون سعيد لما بكون معاك. انا بشكرك جزيل الشكر الزميل والكاتب الصحفي الاستاذ بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. اعتقد انه الحوار لم تنقصه الصراحه ابدا، واعتقد انه كل المكالمات اللي جات واللي كان فيها اسئله على قد ما قدرنا اخذنا يمكن اغلب النقاط والحاجات اللي بتدور دلوقتي في دماغ كل اب وام. الحاجة بس الأخيرة اللي هقولها إنه أي تغيير هننشده عمره ما هيحصل غير لو كل الأطراف تكاتفت معا. طول ما أنا قاعد عمال بقول وزير التربية والتعليم لازم يتشال ويجي مكانه، والله لو جه مكانه 20 واحد، لو نفس المنظومة لو نفس التعامل مع السلبيات بسلبية بدل ما اتعامل معها بإيجابية، لو أنا طول الوقت عايز أشتكي بدل ما أفكر إن أنا أحاول أنا كمان أعالج، أنا كمدرس أنا كولي أمر أنا كطالب، صدقوني بدون تكاتف كل الأطراف دي مع بعض هنفضل واقفين مكاننا ومش هنتقدم ولا خطوة لقدام. بنأمل إن شاء الله هنسجل تاريخ النهاردة 30 أغسطس 2016، لو لينا عمر بإذن الله يا رب، لو لينا عمر زي دلوقتي بقى كمان سنة مثلا نكون مرة تانية قاعدين ونشوف أنجزنا إيه وعملنا إيه
توزيع المعلمين على المدارس هل حصل فيه طفرة ولا لأ، حشو المناهج هل حصل فيه طفرة ولا لأ، واللي أهم من كل ده بقى تنظيم العملية التعليمية نفسها إزاي ممكن يتطور بإذن الله. بشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، غدا إن شاء الله تكون معاكم زميلتي مها موسى، وأنا بإذن الله أقابلكم السبت القادم 9 صباحا في صباح دريم.